السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. اليوم باش نعملوا سهرية تونسية باش نتكلموا كيما نقولوا احنا نفضفضوا على قلوبنا، باش نسميوا هذه الحلقة علاش قلبك معبي. إذا عندنا أربعة ضيوف، عندنا طارق، عندنا شيراز، عندنا نبيل وعندنا سفيان. أهلا وسهلا طارق. أهلا وكادي، شنو حوالك؟ أهلا وسهلا شيراز. مرحبا كريم، شنو احوالك؟ لاباس. اهلا وسهلا نبيل. اهلا كريم، شنو احوالك؟ مرحبا بك. اهلا وسهلا سفيان. اهلا بكم ومرحبا بالمستمعين بكل، مرحبا بكم وقلبي معبي وبركاتك. نبداو مع طارق. طارق، تنجمش تقول لنا باش قلبك معبي ليامات هذه او الفتره الاخيره؟ شنو اللي خلى قلبك معبي وتحب تفضفض عليه في هذه المناسبة؟ أنا صافي لونتو قلبي معبي، من المرة دي قلبي تعبى على الأخر على حاجة بسيطة اللي هي شعبنا في الشمال الغربي والبرد اللي ضرب. أنا هنا نعيش في ألمانيا، معناها حتى الزياف اللي باتوا البرا راهو تجيهم كهرباء تهزهم خاطر يعرفون بشي يموتوا. نحن غادي ما عندنا شيء، ولا عندي إحساس اللي كونوا المنطقة هذيك كاملة معناها تبع دولة أخرى، تبع الجزائر، معناها فما يد كاينها ضربها الكونسير وبش تتقص، معناها نعطيها للجزائر، نعطيها للمغرب اللي هي يد شمال غربي كيف شمدوبة باجة، وريت حالات متعبة بالحق. أنا علاش نحكي هكاية؟ معناها بش ما نزيش نقص في الموضوع، نحكي هكاية يا خويا، وكل لي الناس وغطيهم ودفيهم، بعدها نحكيوا على الحريه والديمقراطيه ونعملوا برلمان. حتى في الفلسفه اللي فيكم قاري الباك، الفلسفه راهي حاجه الحاجات المشبعه، وقت اللي يتم اشباع الحاجات الضروريه نحن نوليو نتلفتوا للفن وللديمقراطيه وللحريه. فما برشا ناس لموني قالوا لي يا ودي راهو كيما نقولوا نحن الفقر موجود برتو في العالم، ما لازمكش تحكي هكا. يا خويا، نحن حالة حوتة في تونس كاملة من الشمال للجنوب، وعندك تقص معناها كيما نقولوا نحن مزيان، وتنجم تجيب التوريست وتنجم تخدم البلاد، وعندك ثقافات مختلفة والبلاد مرت عليها برشا حضارات. بعد جديد تلفت كريم صاحبي ترقى 2017 مازالت ناس ياكلها البرد ياكلها الثلج. يا انا عندي ربها ثقافة والكتبة والمسرح، مادام انت الناس هذوما ما تلفتهمش. انا لهنا باش نبدا واضح، مانيش اللوم على الشعب التونسي ومانيش اللوم على اللي عاون بريفي، اللوم على الدوله. معناها فما اقتراح نقترحه على الدوله، الدوله هذيك لازمها تعمل كياس ظريف يمشي للشمال الغرب، باش يولي فما شويه استثمار، باش يولي فما شويه معامل وتخدم الجهه هذيك. عندك دولة عندها 60 سنة مستقلة أقل حاجة، باش نخرج من عاد بورقيبة ونحن جايين، ما نحكيوش على تراك. عندك ناس تموت بالبرد، أنا شفت بنية مسكينة عمية 38 سنة تعيش في حفرة ولا شتي، تيجي تعيش في دار نورمال وتبدأ أعمى وداركم يعاونوا فيك وما تخلطش باش تتصرف، هذه وحدها عايشة كيكا مسيبة. اللي نحب نقوله الدولة لازمها تعمل حل للناس هذه، مانيش اللوم مع الشعب اللي بشي عاون من الفنانين ولا من الشعب ولا من الناس، هذيك بينه وبين ذاته وبين ضميره ومحلاه ومبني. أما الدولة لازم تعادي كياسات، اسمعني، دولة ما فيهاش كياس معناها عبارة على بدن، ما فيش قلب، ما فيش عروق، مش عدد دم. عندك مياه متاع ثلج جايتك غاديك، علاش ما تعملش سد؟ علاش ما تعملش حكاية؟ وبعد اخويا نحكيوا على الحريه والديمقراطيه ونحكيوا على الثقافه وكل الناس. عملوا العاره 2017 تونسي، بنيه تونسيه ريتا 9 سنين ماتت بالبرد، ده معناه مش معقول، معناه فهمت
كلمة الوحيدة مش بقولها مش معقول مش ما نبدأش نسبوها. ما يجيش بلاد كاملة قال واحد ولد حومتي يتلموا في قهوة في الصين بلاد كاملة. وعندك طقس مختلف، عندك بحر يمشي على جنب، عندك الثلج في الشمال والصحراء في الجنوب، وعلاقتك في الأجوار أنت ماكش في جنب إسرائيل هسبي ماكش تحارب، أنت بلادك راكحة، وحتى ليبيا بحذاك عرفنا كيفاش نتصرفوا معاهم، فهمت؟ علاش ما منعوا الناس، خلي الناس تعيش هسبي. وقتاش لا بيك التونسي ولي يلوج على جارته مع شكون مشات وجات، وقت اللي ما عنده ما يعمل. اما كي تدخلوا انت في معترك الحياه اليومي، فما الالمان لهنا كي ما لقاوش خدمه للناس يحفروا حفره ويردموها صافا، يعمل لك باوشتيل نقولوا نحن بالالمان، يعمل لك فيرما تاع خدمه، يخلق لك خدمه من الحيط، يدخل الناس تخدم. طلبة متاعنا اخويا سيدي اخويا يقراوا 6-7 شهور وبعد يضرب 4 شهور، اللي مروح سيدي بوزيد واللي مروح الجلمة واللي مروح القابس واللي وبطال، ويبدا يجري في جرة بوه مسكين زوالي يخدم عنده باكو دخان. علاش ما تخدموش لسيديو هذاك؟ فهم ربو الدنيا، دخلوا يخدم قهواجي وخلصوا. حركوا الناس، حركوا البلاد، ضخوا دم في القلب باش تمشي الحكايه. العمل راهو انا ما عنديش دين، الديانه الوحيده نتاعي هي العمل، وكل واحد يعمل في دومانه، الفنان يعمل في دومانه، الخدام البناء يخدم في دومانه، خدم الناس ودور السيركوي. ونحن التوانسه متحدي علينا برشا حضارات، معناها السوس الثقافي، معناها المصدر الثقافي موجود. اللي يحب يكتب على حمد بعلي يتفضل، اللي يحب يكتب على الكهنة يتفضل، اللي يحب يكتب على عقبة بن نقبة يتفضل، ما عندنا حتى مشكل. المهم خرجهم لي في كتبة وخرجهم لي في مسرحيات. مسرحياتنا التونسية كعبتين ولا ثلاثة يتعرضوا في النمسا كريم، يتعرضوا في مسرح الألق النمساوي، الإمبراطورية النمساوية. نجحت مسرحية فاميليا، معناها المسرحية اللي عملته مجموعة فاميليا، مسرحية كلام الليل، وصلوا كلام الليل للمان لهنا يعرضوها، وهي تبدأ من فوق بالضوء مترجم كلام بالألمانية. معناها عنا لي كاباسيتي، علاش تعملوا فينا؟ أنا راها اللي كونوا البرلمانيين متاعنا ولا السياسيين متاعنا عندهم مشكلة كبيرة. أنا ممكن برشا ناس تلوم عليا اللي أنا بورقيبي، أما أنا بورقيبي، بورقيبة وقت قال كي الناس كل تلوم عليا ويقولوا ما عملت حتى شيء البلاد هذيا، بتعدي في كربة وهذيا حكاية سماحة، معناها من الناس بريفي، معناها من الناس تعرف، قال أنا كي يلوموا عليا ما عملت حتى شيء البلاد هذيا، هما الزوليدات خارجين من الكاف ماشيين المدرسة بعيدة 8 كيلومتر، قالوا الزوليدات هذوك ما عملتهم أنا. بوركيبا علم الأب التونسي جاهل كون القري وليداته يبعثهم المدرسة مهما كانت الإمكانيات صعبة. سيبوصولا أنا قلبي معبي كما الحلقة متاعك، معنا بش نحكي قلبي معبي على الأشياء هذه. بليد معنا مرهونة أخي، سنغافور ولا كوريا الجنوبية ولا تايوان، معنا ذي مدن بورت تسمى مدينة ميناء، قلناها نحن قبل في جغرافيا المدينة الميناء، ولا تنافس في رب أمريكا وفرنسا وإيطاليا واقتصاد وناس تتحرك وناس تربيت. تتربى الناس وقت اللي أنت توفر له دولة معطيات معينة وقوانين معينة، وتوفر له كدولة فرص عمل، واللي هي نجم تصير في تونس مش صعبة برشا، وقتها تطالبوا بالتربية وتطالبوا بحسن أخلاق. ومنكز لي تجري على عباد فاطرين في رمضان ولا مش فاطرين، كل التحية معناها فهمت كيفاش، وتجيبوا لي شيخ في التلفزة ويبدأ يفتي ويحكي ليه يا عم في بالك بريتر ما يدخلش للتلفزة الألمانية، وكان يدخل جوست باش يعملوا تذكرة وكهو. نزلت نجيب في شيوخة ومرزوقي جايب قبل شيوخة في التلفزة الهبيل، كيفاش مش شيء. فما شيخ يتكلم في الطب
جايبين وليد مريض عنده ليزورمون معناها متاع الأنثى أكثر من الطفل، وهذه حالة طبية. جيب شيخ باش يقول قال تعالى والله حرام ومبدل دينه وهو دينه هو حتى الجنس وذاته مريض، هو مريض مريض حالة طبية كما واحد عنده ثلاثة دين ولا ضربه نيكليير ولا درشنية لازمه يتدوى. تجيب شيخ يحكم عليه، فما واحد يجيب شيخ للتلفزة في 2017 يفتي في حالة طبية، فما واحد تلوجوا على هلال رمضان، تلوجوا على هلال رمضان، برا لوجوا على الفقراء، برا لوجوا على الناس اللي ما كلها الشر وما كلها القمل. أنا قلبي معبي على حلالي، بعته كل بزيادة قلبي معبي على العملية السياسية، لأن العملية السياسية في تونس غلطة، والغلطة متاحة من كل شيء ما يكملش في السياسي بركة راو. تاريخي نحن ديما الحالات المرضية نتناولوا الأعراض الأولية الواضحة، ما ندخلوش فوندو. فرويد كي كان يداوي قبل، كي كان يداوي فرويد يرجع لك للطفولة متاعك بشي نجم يداويك. قاتل الايسبرغ معناها كما نقولوا نحن جبل جليد، فما كان سويسرا وطلع فوق البحر ثلاثة أثلاث والثلثين الأخرين غطسين اللوتا، داوي من اللوتا من اللوتا. أنا علاش ديما توا فيديوهاتي اللي مواليه وك ملحد وك ساقط وك كافر وك درشنية وك حكاية يا ولدي. أنا نحترم أخي أنا أمي تصلي وباش ندفع فلوس الحج وبكل حب وبكل فرح وماهيش غادي حكايتي. هذيك معتقداتك أشياءك تفرحك شيخ بها جوك، أما ما تحطها ليش في العملية السياسية وما تحطها ليش في العملية الاقتصادية وما تحطها ليش في العملية الثقافية. فهمت جوك هذيك جوك أمور كل واحد يهز زبه ويعبده في داره أكثر ما ثماش. اللي نحبون هنا نحن مواطنين مختلفين، أنا نحب ما عادش التونسي على التونسي الاخر يقولوا صيف، ما عادش التونسي على التونسي الاخر يقولوا ميبون، ما عادش التونسي على التونسي الاخر يقول قحبه، لانه ما يجيش قله حياه. يا ودي عيش حياتك يا زلمه، عيش حياتك وخلي الناس تعيش، وحاول بطريقه او باخرى باش تعاون الناس اللي تحتاج الاعانه. لهنا نحن تو نجيبوا فكره ولا حكايه الاخر يحب يولي يطلع عليها ويحب يولي كومكوا يبشر ويولي نذير ويولي حكاية. معناها في الاخر خويا لازمنا كشعب تونسي حدودنا الجغرافية موجودة في الأمم المتحدة والرؤساء اللي مروا علينا موجودين ووضعنا السياسي معناها موجود كدولة من دول الأمم المتحدة تدخل عندك باسبور تونسي. نحب دولة هذه اللي بالباسبور التونسي اللي عنده إمكانيات أكثر من سنغافورة ومن تايوان ومن كوريا الجنوبية ترجع الربي يا زبي تتصرف معناها تخرجنا من الهم هذايا. أنا هذايا علاش قلبي مع الدين نسبه والسياسيين نسبهم كطرف من الشعب كإنسان نحب البلاد هذه تنجح. يا أخوي نحب نروح للعزوزة نحط راسي على ركبتها ونحكي له حكاياتي وتحكي له حكايات علي ولد السلطان وشيخ معاه. اما كي نخرج انا مع العزوزه باش نمشي لساله نتاع فرح وتلبس حتى امي ميني ما يقلقني حتى. هذا هو المطلوب، نرجع لك التسامح وقبلني ونقبلك. اما انت كانسان ديني عندك خلفيه دينيه لا نطلعك لا في سياسه لا نطلعك في تلفزه لا نطلعك للميديا، لهنا نكون اجريسيف معك، لهنا نكون اجريسيف معك نكون عنيف ما نقبلكش، لانه الخلفيه الدينيه اثبتها التاريخ واثبتها المراجع واثبتتها الكتب هي خلفيه لا تدعو الا الى الحروب ولا تدعو الا الى التنافر، والباقي كل نقبلوه ونتناقشوا فيه. شكرا 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 طارق، فرخت قلبك وقلت اللي تحب عليه. نتعداو للسفيان. اهلا وسهلا سفيان.
هلا كريم، حل مايك نتاع الاولاد كريم، ماذا بيا كي تجي ضحكه ولا حاجه مع بعضنا الكل. لا لخاطر فما حس ويوقع ايكو اللي عنده هشيله، مش مشكله. احنا نحبوا نسمعوك انت، يعني خلينا نسمعوك انت. شنو عندك معناتها؟ فرخ قلبك. علاش قلبك معبي؟ تفضل، عندك تقريبا 15 دقيقه. اوكي، ممكن اقل. قلبي معبي برشا كريم، ولا ماني عارف منين باش نبداك يا صاحبي. برشا على كل شيء برسك، مي اللي قالوا طارق مشاتروا برشا، سيرتو كيش بنت حكايات على الفقر والبلاد وكل شيء. هذي ما أنا ولدت روتين هذي في تونس، يعني ما عادش حكاية ولدت عادي. ما أنا كل يوم المشاكل هذوما، حتى تونس يستانس باللغة هذي، فهمت؟ معنى الحكايات هذوما بركوت الحكاية اللي بالرسمي تقلق، اللي ثم بوانات معنا في الدين نتاعنا نحب نفهمهم. أنا بيدي ما لقيتش شكون يجاوبني عليهم. في برشا بوانات معنا مشيتو موجود في دستورنا، وكثر ما حاجة باش تصلح الفقر في تونس هو الدستور. معنا معنى بنت في الدستور يعطي حق الفقير ولا يعطي الشهرية، هذيك اللي تصلح الأمور. دستورنا هو البنت فيه حط باللي بلادنا دولة إسلامية، ولكن ثم قوانين في القرآن برشا حاجات اللي غلبت عليا بالرسم وقلبي معبي عليها. تفضل، شنو مثلا؟ برشا حاجات كيما علاش يوبليجيو الخبار على المرأة اليوم وهي حكاية مش موجودة في القرآن. علاش القرآن ينجم يسمح للطفلة معناها باش تعرس قبل معناها ما تبلغ، نقولوا نحن معناها نحكيو على أقل من مينور، كيفاش يقول ولاتي لم يحضنا؟ معناها تنجم تطلقها، معناها عطاك الاوتوريزاسيون باش تعرس بها، معناها عطاك باش تمارس معاها الجنس، وهي مازالت ما بلغتش. معناها نحكي على ست، اقل من ست سنين. برشا كوانات معناها سيدي، كيفاش معناها القران يقول بلي الارض بلا مسطحه؟ لازم يجيبونا امام يحكي لنا شويه، معناها فهمنا. وثما كوانات اللي ما يحكيوش فيها، حتى في الخطب القرانيه كل شيء ما يحكيوش، تفهمش معناها تخرج وانت ماكش فاهم. هذوما هما اللي بالحق واحد قلبه شويه مع بعضهم. برشا شنو رايك في القانون اللي يحبوا يمروه عام 2018 حول تعدد الزوجات؟ شنو تقول لك راي تعدد الزوجات؟ انا نشوف حريه، معناها حريه كامله. انا مانيش موافق معناها بري تعدد، معناها تبليجي انت الراجل باش عنده الحق باش ياخذ اكثر نساء. لا مش تبليجي، مش تبليجي، اما تعطيه قانون، معناها تعطيه قانون تشرح له، تعطيه الرخصه باش يعرف. تعطيه الرخصه اي ولا معناها اي. شنو رايك انت بالقانون هذا؟ يعني موافق عليه ولا ماكش موافق عليه؟ يعني يقول لك هذا القانون يعني يمكن يحل مشكله العنوزه في تونس. علاش شكون قال لك ما تسماش عنوزه في تونس؟ وبري القانون هذا شنو يمشي يحل؟ باش يعمل مشاكل. هذا تعدى على معناها عباره اغتصاب. معناها حط في بالك ثم بنات معناها ما عندهمش لي مويان، ما عندهمش فلوس وكل شيء، وينجم بوها معناها حتى بالدين نتاع اليوم يفرض عليها باش تعرس. فهمت كيف؟ وتعرس صغيره معناها تولي هي في باختي من الثانيه والثالثه والرابعه. معناها هذا شيء عمليه اجراميه. معناها العلاقه بين الرجل والمراه تكون معناها يكون الرجل حر والمراه حره، تكون على حب على حاجه معناها ندخلوا فيها. علاش تعطي قانون؟ علاش ما يعطيوش قانون للمراه تاخذ 4 رجال؟ مادام معناها كي نحكيو في حريات كيف كيف. تو يوليو يحسوها الحكايه ممكن الرجال، كي يعرف الرجل باللي مرته معناها تاخذ 4 رجال وتروح وتمشي بعد على الرجل الاخر وتسكنهم كل مع بعضهم، ممكن تو يحسها. مالغري كل المرأة تحس اكثر من الرجل، معناها لا ضد جمله معناها من جميع النواحي ضد. معناها حتى اللي قال الكلام هذا انا مانيش مشاتر الجمله، معناها في شك معناها فهمت كيفاه. وعلاش القران نقرا فيه بالمقلوب؟ علاش الصوره الاولى ماهيش محطوطه في بلاصتها؟ تمشيش تقصهم هذوما عاد، ما نقصش شيء، ما نقصش شيء. معناها هذه سؤالات لازم يجاوبون عليها. معناها تو ثم ماشي كلمه في القران تقول باللي معناها تصرح العبد الماء حتى يكون رسول ولا نبي باش يبدل معناها الكلاسمون تاع القران. ما فماش كيفاش نبدل الكلاسمون تاعو؟ كيفاش نقراو السوره الاولى اللي هي ممكن 80؟ معناها ثم واحده بركه في بلاصتها لا ترومبيتيهم. كيفاش؟ علاش السورات الصغار الكل يجيو من الاول حتى هم من الاخر؟ هذا كانه معناها دخلنا في التدليس وينو طرقه قال فهمت معناها كاين دخلنا في عباره تقرا في حكايه بالمقلوب. فهمت كيفاه؟ هذوما السؤالات اللي بالرسمي حتى واحد في عدي الدين هذايا لاولاده معناها كي شنو يمشي يجاوبوا زعما؟ شنو يمشي يقول لولده كي يسالوا؟ فهمت؟ هذيك اللي تخليك فيهم بلوكاج بالرسمي، يخلي قلبك معبي، انك ما تلقاش جواب. معناها حكايات ما يحكيوش فيها جمله برسمي. معناها كان لا ديني ولا احنا خرجنا من الدين باش نجموا ندخلوا في المواضيع هذيا، اما كمسلم ممنوع عليه باش يحكي فيها الحكايات هذيا. هذيك الحكايات اللي بالرسمي تعبي القلب الرسمي، هي اللي ممكن معناها كان الحكايه العقده هذه تتنحى معناها. فهمت معناها؟ ممكن الامور كلها تمشي بطبيعتها وتتحسن. يا اما والله ما حليلتك كان شعرك طويل برجولي. ابقى بالموضوع يا ولد. خليها يا برجولي بتاع ايش؟
لازمنا نفدلكوا، نعم تعرف هل لازمنا نفدلكوا؟ نعرف نفدلكوا. كي نزمتوا الحكايه وما نضحكوش وعلى الحل يا ودي خلينا نحكيو الكل خلينا نتمقعر وخلينا نتقوح بحوم. هذيك هي حلاوتها فهمت كيفاش؟ كي نبداو سيريو باش نرجعوا الحكايه عرفتها؟ لا مش سيريو مش سيريو، مساله ان معناتها احنا حابين نعملوا الفيديو هذه. لا انا مثلا انا تو في طالب الحكايه زي نجم كريم يعطيني فكره ولا نبيل يعطيني فكره ولا شيراز حتى في مقعيره في ضحك. تحل لنا موضوع توفيق وما تحل لنا مشكله صاحبي تستايب كادي خلينا نحكيو يا حومه. انا نعطيك ليك انت ما الاخرين يحبوا يحكيو معناتها يعني بدك حاصل هذيك. انا برشا حاجات مع بيت قلبي ما تم السؤالات اللي بالحق ما تلقاش جوابها معنا فهمتني هذيك اللي بالرسمي وهي تبدل معنا برشا مثلا اعطينا امثله يعني قلت لك اكثر من امثله ذو ما صاحبي يمثل كل الكلام الكل اللي قلت لك الكلاسمون بتاعه غالي. لكن هذوما الكل معناتها موجود عليهم اجابه لو ترجع للمصادر موجوده اجابات يعني اعطيني اجابه مثلا علاش الاقراء في القران الكلاسمون بتاعه غالي على خاطر تم باتفاق الصحابه الصحابه موجود في القران اللي هو قال لهم الله بدلوا الكلاسيفيكاسيون بتاع القران لا هو ما قال لهم شيء في الاسلام في الاسلام يقول الساكت عن الشيء تصبح رخصه يعني هو ما دام ما عطاش تحريم فما قانون فقهي يا سفيان يقول عندما الشرع لا يتكلم في موضوع يسمح لعلماء الدين ان يتصرفوا فهمت يعني اصل الشيء الحليه ليس الحرمه زي حكايه معناها ما قنعتنيش بكل صراحه ولكن كلام مقدس جاي من عند رب معناها في وقت معين ومقيدين الدات والوقت حتى وشكون حاضر في الحكايه وقتاش هبط معناها معلومه لازمك تعرفها انت اي موجوده هذه كلها انا بلاصه هابط هذه حكايه ما دام هي رساله من عند الله اليك لازمك تعرف المصدر والوقت والمكان نتاعها موجود ولا هذاك شكون اللي فتاو موجودين ناس ما في القران معناها ثم مشكل هنا دخلنا في لغه نجم نحكيو في التدليس بصراحه لا 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 هذه مكتوبه انت لازم تفهمها صحيح لا نعطيك اكزامبل ظريف تفهمني بيت فيه هو القران قداش قعد 23 الزين قعد 23 في الحكومه اش كيف في البريود نتاع الزين كما هكا العقلية نتاع الخوانجية نحن التوانسة مش نحن ما على بالكش نحن فاهمينها أما اسكو التوانسة نفس العقلية نتاع الخوانجية كي تجي تكتب أنت للحكاية ذي اليوم تجرم أنت تحكي بلغتك برشا توانسة يقولوا غاضتهم معناها هم معاهم معناها ما نعرفش فهمت بها معناها ما حبوش فيهم كيفاش الزين عمل فيهم وكل شيء كي اليوم تجي الحكاية ذي والناس الكل هذا بها كان فهمت بها كرهتهم الناس الكل فهمت معناها الحكاية أنت ما صحيحة كيف تقراها لغير فهمت حتى كان انت تتمم بها ولا ما تتمنش شنو تقول لي الصحابه تفهم وش فهم ولا شنو هي صح هذا كلام مقدس جاي من عند الله وش فهم ولا شنو هي فماش ما دام مش مكتوب قال لهم ما تقولوش فرد وقت ولا هو اللي باع في الكلام هذا شك فما مشكل فهمت كيف هذاك ايش خممت انا بري تقول لي تفهم الصحابه ولا فقهيا قالوا بدلوه مو زاد قالوا جابوا سبعه كوبيات لعثمان بن عفان واختار واحده والتدليس موجود علاش يجي في سوره اخرى يقول لك لو الكتاب هذا كان تلمه كل ما يجمش يمسوا فيه حرف ها وتمشت الحروف هذا سؤال اخر هذا واحد لازم يفهم هذا كش حبيت نقول لك شي تو ابري كان عندك جوابات انت مثلا جاوبني كيفاش يجي رب نتاع خلقي يسمح لطفله باش تعرس عمرها 4 سنين صح؟ هذاك مانيش ماشي نجاوبك على خاطر هذاك هو الاسلام يا اما تقبله يا اما تخليه هذاك باش نحكيو فهمني انت انك باش نوصلوا فكره نحن ولا سي سؤال السؤالات اللي نرجعوا على الجوابات باش تفهم انت فين معناها فانا تيران كوا يقول لك يا اخي انت تعرف خير من ربي فيش خير من ربي يعني هو طبيعه المرأة تو ما عادش نحكيو على ربي تو نحكيو على الجماعه اللي تحكي عليهم انت هذوما اللي بدلوا الكلاسيفيكاسيون في القران معناها بدلوا له الحساب خاطر ربي ما قالش قلنا مش موجود في القران تو كيفاش نحكيو نجبدوا على الشخصيات هذوما وكل ما نحق بدلوه كي انا ما فهمت كيفاش بو كومونسي شو رايك نبيل شو نبيل قلبه ما عادش زاد عديت الكلمة كريم لا ما زلت ما عديتش الكلمة سفيان يحب تشاركوا معاه اي سي بيان هكا اسمح لي هكا نكملوا 9 دقائق اسمع نكملوا 9 دقائق وتتقطع ونعاودوا نرجعوا ناخذ نبيل وشيراس كمل سفيان الحديث نتاعك مع الجماعه احكيوا في اللي تحبوا عليه انتم فهمت انا نسجلوا كاو بالله نحكي في اللي يجي شبيه نبيل خويا نبيل خويا شبيه قلبك مع بنت تعقيبا اوكي على تأليه الكهنوت هذوما جدد اللي طلعوا لنا بعد الثوره سيرتو بعد الثوره بون هما كانوا راقدين معناتها من نقولوا احنا
السبعينات هذوما الحركات الإسلامية اللي طالعت لنا هذه مو تبلينا بهم بعد الثورة وياريتنا ما عملنا بون انتفاضة نسميهم وقل صورها خاطر عمرها ما كان ثورة هكي مش تخرج لنا نحن الحفتة ريش هذوما بنحكيو باش نلقاو في الدين ساعة من بعد ناخذ الكلمة نحكيو في العدالة الاجتماعية وباش حاجات اخرين ومناطق ظل واللي هو تعقيبا على كلام طارق معناتها تعقيبا على كلمة طارق بكري في اللي بلاتو يخرجوا لك يفتيوا ويتكلموا ماخذين أرياحية الصباح بركة كومنتيتها عند واحد أنا تقولوا منين جاونا هذوما كان واحد يتفكر بعد الثورة عبارة كانت حلمة هكا عرفت شنيا بون نقز لك السبسي أعطاهم فهمتني ولا تأشيرة كذا نشوف في حزب تحرير نشوف في أحزاب محظورة جملة دولية كذا محظورة دولية مشاركة بالحكم به ياسر حزب التحرير ما خذاش يمكن بلايس في البرلمان ولا راهي خلات جملة وبلاد القلب معبي القلب معبي الزوالي فهمتني ولا هو بيد وزاد طاح لصفر والاخر يحكي له قال الله وقال تعالى مش مدخله في قال الله وقال تعالى كرش وجيعان هذاك تشمن قال الله وقال تعالى ما دخليش الدين اي كيما قال هو اخي هذه امور نتاع فهمت علي يزي من سوريا اللي هي تو في تنبك المعنى تاع الحرب كتبت نهارين فما كوبي يظهر لي بعث تيرك ولا بعث تيرك شتر كتبت كوبي سوريا دولة علمانية تعرف شمعتها في تنبك داعش اه لازم انا سوريا دولة علمانية يا اخوي اعزلهم تحب على حرية المعتقد يا معلم حرية المعتقد تمارسه وحدك حد الجامعة وغادي يوفى الحب يوفى الحب فكرة خطوة الأولى برجولية بالضبط يا نبي صحيح ثم حاجة ويا كامورو هذاك بث سمومه يا معلم قال لك احنا حاشنا بصغارهم صحيح وقت يشوف صغارهم هذوما اللي يقصد فيهم هو مدارس قرآنية لصغار عمره ثلاثة سنين وقيت جهات في كتاب يودي ديار تتعدى عليها مسكرة تسمع فيها كن نحلل داخل يا معلم تدوي كله وآيات جهاد وك الزمقتين وها ما دري شنو كيفاش حذر فيه تاع شنو غيره عنده دي بيس تياترال قاعد يلعب فيهم فهمتني غيره يتعلم في الغناء غيره يتعلم على انسترومون على عود على كمانجا على بيانو يتعلم يرسم تعلم في حاجات تاع شنو عندي وانتي مورثين امورك وغلط مورثينك الحاجات الغالطة زيت تورث تسم به ولدك عديه لولدك الولد ولدك فهم وربي ساعة ساعة تتعدى قدامك فيديو ولا ستاتيو وربي فهمتني يبدأ يكتب في السبورة فهمتني بأي جهاد ويبدأ يحلل ويفتي ويحب يدمغج التلامذة ويعطيهم كما قلوا احنا خط تحريري يا معلم متعش نية في المؤسسات التربوية هذه حاجة مؤسسة الدولة كل نتصور لكم الكل قريتوها هذية وراني بعثها لأصحابي كلها ممكن سيدك ولا السيد في العون هذاك نتاع برج العامر اسمه حبس تاع برج العامر ذبح صاحبه فهمتني ولا لا وقال ما لا أكبر عجبتها عليكم الدولة مفصل الدولة متمكنين منها 60% يكون الدولة متمكنين منها مش مازال فما توا تعرف تفكك دولة متفكة دولة هشة فما مشكلة في الدين صاحبي المشكلة هذه خارجة من الدين ما المشكلة في الدين الإسلامي تغلغل فما حاجة فهمت كونكور ريتو هكا بعيني نتاع مدرسة حفاظ الأمن نتاع سيتي سعد فيه واحد فيه جزء في الدين يا معلم اسأل سؤالات في الدين نتاع شنية مش حط لي بوليس مداعش شندي شو يعني مش حط لي بوليس مداعش شندي وما فهمت كون بوليس مداعش يكون انا عاني وفراش ومن البوليسية مش حط لي بوليس مداعش ومرتشي زيادة ما جيش هذا
فهمت شنك شو وين مرسية البلاد وين مرسية بالحق يا أخي عاملون بوليس 11 هذوك اللي جنب الثورية وكلوغة عاملينها من البلاد من 2011 عاملون حلقة الوية زاد حكالها ليه بكر حكالها طارق بون أنا ما طمتش فيه هنا تم حملات يعملوا فيها في رمضان قعد العلمي يعمل في في في, في حملات ويدخل الفطارة يا ولدي نهد له فمه ما يجيش شني دخل البيران والقاوي دخل السترونات وش دبر عليه انت دبر عليه معناه ولينا قبيلة ما عادش دولة ما عادش ليه ما عادش دولة يحبوا ينحيوا القانون دولة حاجة أخرى راهو يحبوا ينحيوا القانون ونفند كونت يحكموا بالعراف ومش أي عراف معناتها احنا العراف يعني يا معلم ما هيش هكا في تونس ايه حتى ثبت في القرآن ثبت خرج مع الدستور من الحديث ديجا صح نحكي على التونسي احنا التونسية بون نحكي على التونسية بالسفساري كما قلت انت ما عندناش الخمار ما عندناش الحجاب ما عندناش النقاب ايه على الاقل صح قال الرجل برضو ورينا هوية كحلة اي ماشي كلمة عجبتني من عند كريم بكري حتى مرة دويت قال لك نحاو زينة وقضاء ويا ولدي تقضاء وتعرف سيرفا سيرك حديد هلوبي تونس كل نجم دخل تدخل قصير لولاد جسمه لحظة أنا اللي بيهت فيه توا في توا جيت رب داعش تشوفوا فيها تذبح معناها هذي هو الإسلام بالصوت والصورة والناس تواري في فيديوهات أنا قاعد لتوا بيت وكاش فما ناس مسلمة في تونس يا ودي جاتك هذا وراك التاريخ أعطاك التاريخ فرصة أخرى باش تشوف الإسلام شو عمل يا لب حرقوا الطيار السوري حرقوا عبد يزب يتفرجوا فيه حتى في القصة حرقوه الأخرين بسكاكين يا ذبحوا الأخرين قصوا يد وليد صغير عمره 14 سنة كم كواس رقا درشن هو في العراق أنا ريت وفيديو يعني توا هذا جيك انت كنت مثلا ما تقراش كتبه ما تقراش طبري ما تقراش تاريخ الاسلام ما عندكش مخ للحكايه هذيا توا جيتك داعش فرصه من الله باش تعرف دينك صحيح باش تعرف دين الله باش تعرف دين الله الله معاك ولا قال لك يا خويا هاني هك اخي توا هما زوز حفايه خاطين على معزه في الصحراء بعد جاوك اللي كنتي حضارت البربرية المزيغية اندرشنية ودخلوا على اندونيسيا حضارة متاع بوذا وقحب ورويق مش عاملت الناس هذية وراوك بالكشف مش عاملوا دخلوا ذبحوا الناس فكوا حضارة الناس باعونا جاريات تونسية تونسية تباعت لها عقبة بن نافع في الشام حفنة من الفلفل مهارات حفنة كما قلوا نحن رأس الحانوت بيحة بحكة رأس الحانوت بهارات رأس الحانوت أي توا جاتنا فرصة في التاريخ وفي الواقع والآن عطاك الإسلام عن طريق داعش تاريخه مرة أخرى هو هذاك هو اللي صار راهو ممكن اشوم منه تو بالكرتوش تقتل عبد على بعيد الاخر يذبح بالسيف يذبح بسكينه صدقني ما عندي حتى مشكله ما حتى معتقد عندي مشكله واحده تقتل لي الانسان بالطريقه البشعه هذيك من اجل فكره من اجل كلام قال السيد قني من اجل كلام من اجل وهم تقتل الناس ورانا الإسلام كيفاش تخلل تونس ورانا كيفاش تونس فتحوا الدول الأخرى من طارق بن زياد وانت جاي ورهونا الإسلام شي هذايا أنا حبيت نحكي معناها داعش توري فيك تذبح تقتل تحرق كل الطرق أبشع الطرق إلى القتل مسموح بها في الإسلام فرسوا لها أنا كي قلت القبيلة كريمة رأنا الحكاية نعملوا فيها راهو مازال في العقلية متاع التونسي رفض الآخر أو يرفض فيك خطر ما عندوش طريقة باش يقتلك هو كان جليدي يقتلك تقعد بيت في تونس يا ربك 2017 مازلتوا مسلمين
وما زلتوا تحجوا وما زلت السعودية تمزق عليكم خيرتك حضارة رانا 3000-4000 سنة أقل حاجة بالمكشوف بالحفريات اللي كان حانا بعلي دوش بيتبانو قال الرسول بالفين سنة كان الرسول يتوضى بحجرة على شكا تهبلوا فينا معناه مش معقول وديما نرجع ونقول يا ولدي تحب تكون بوذي مسيحي بهائي تمشي على كرارسك أمورك فما ناس تعبت فما فيديو بارتاجيت وناس تعبت حاشا من يسمع في البشولة شنو تاني؟ هاي بوسولو هاي بوسولو في كرار في الهند هاي في الهند في الهند في تونس اخي عنا فما نحن في تونس اسمه ذاك هاي عنا في الزوية متاع تونس ما زالوا الناس تزغل في الفرصة مرأة ما زالت مع عرستش و فما يعريوها هاي عقبها عليها مسكينة يرضحولها يعمل لها حكاية فهمت موجود عنا في تونس سيدي معناها أنا مشكلتي مع الدين يا أخويا حطوا في الكوان تاعك إني روحت معاه أما باش يدخلوا لي في الدولة في المجتمع باش تقري لي أنا ولدي صغير الدين لا ما نسمح لكش نبيل شب باش أنت قلبك معبي بيه يا أخويا الغالي أنا قلبي معبي عشيري على العدالة الاجتماعية المعيشة ما تحققتش 2017 وحسب مرة وحسب نتابع في الوضعية معناتها انكثب سياسيا واقتصاديا نحكي بوان بوليتيك ومعناتها ايكونوميك يا خويا الوضع ما يبشرش بخير وقابل للانفجار انفجار ثم ارتيكل قريته على الاتحاد الاوروبي يحذر من عاصفة مش ثورة عاصفة في تونس ممكن تبشر بحرب أهلية جملة بطالة متفشية ما فماش كلام دبلومات بكل بطاطا فاد عليا مطيشة بالطريق هيك تعمل في إضرابات الجوع الوحشية ما نعرف شنو قواتم الرشوة والمحسوبية ما نحكوش عليها هذيك عبيت الإدارات عم كل شيء مضمون اللي هو معناتها كان ب 150 فرنك تول تعطى عليه الرشوة باش تخرجوا ثم التهريب مافيا التهريب وتبييض الأموال اللي هما كل وحنا توا لينوفوريش الأغنياء الجدد أي الأغنياء الجدد يعطيك صحة تبييض أموال تاع التهريب يعملها انجكسيون معناتها ضخ في العقارات تشوفها عمارات فندق كذا تبيع للزوالي تبيع للفقير معناتها أسوان خيالية وما فماش حل لأزمة السكن ما فماش حل لأزمة الشغل ما فماش حل شيء نشوف متابعوا الوضع معناتها نمشي واحدة على قد عقلية المواطن نمشي بالمواطن مدام مازلنا ما رتقيناش مرتبة المواطن أصلا نشوفوا احنا غلاء المعيشة حكينا عليها المرة اللي فاتت زادة غلاء الأسعار زادة راه يتكسر ظهر المواطن تقسمه يشوف لك غلاء المعيشة يشوف لك النخبة مازالت عايشة مانيش نتبنى في أفكار ثورية وكثورة على البرجوازية وكدوها لا لا عندي دولة عندها موارد رسمية منهوبة عندي أراضي دولية قاعدة مسكوت عليها فهمتي تستثمر فيها الغني يستثمر فيها البارونات نتاع الفساد يستثمر فيها الأجنبي عندنا ثروات طبيعية مازالت ما ضبطش وقت اللي برشا دول استنفذت ثرواتها أصلا عندنا أبسط حاجة معناتها نعطيك مثال العقود نتاع الملح اللي هي من عهد البيلتا ومازالت ما تنقحتش مازالت ما تنقحتش لتو ما صارش فيه تأميم عندنا في شوية البترول عصابة بوشماوي تلقاو حاطين يدها على شركة البترول ما عرفتش أنا بارونات جدد
بارونات جدد معناتها كنا نعانيو في 4-5 كعبات قبل معروفين. فهمني مانيش نترحم على ايامات الدكترة ولا الدكتاتور ولا ليه ليه ليه. اما فما انواع جديدة خرجت ما نعرفوهمش، فهمتني، ما كانوش معروفين واللي هو يحكموا في البلاد واللي هو كنت عينك على واحد ولا على 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 أربعة سرق ولا عينك على 100 سارق رفض. وكله من جيب المواطن، كله من جيب المواطن، خرتها فهمتني، خرتها من جيب المواطن، تعويضات اللي صارت على الإرهاب ونقرنوها بالدين، على خطر كل شيء في تونس يتقرن بالدين. أنا حتى من كورة ريتها تتقرن بالدين، كرة قدم تقرن بالدين. شفت كيما كيبونتو يركعوا، هذيك اللي غادتني يا صاحبي بار، حتى هذيك منتخب الوطني ماشي للكاميرون ولا تي نعرف تبعش الكوره ما نفهمش في الكوره بين في الكوره هذا دخلنا مريت التصويره تيعمل في استخاره في جامعه باش تكور بارتي تكور بركيب علي بن ابي طالب انت يبرى يا ولدي سايب عليه تدد وما رميت الا ان الله رمى ولا شنتي العرب دخلوا فينا برشا نبيل دغنيا مو حتى العرب دخلوا برشا طبعوا علينا طبعوا علينا طبعوا علينا علمونا البهامه يا ودي الدين هذا يعلم كل بهامه علم كل بهامه يا ودي والدليل انك تفوض انسان باش يخمم في بلاستيك سيدي الشيخ عن 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 وتهز على عجله عن عن برا دعاء عن صاحبي قال لك 11 عن عافاها وعليها و17 ترشني فهمني تفهموا تفهموا كل شيء سيستم اصلا مطوع السيستم هذا مطوع الدين بشي عصا على ظهر المواطن تستاف تهز راسك ورب عند ربي يخي فضها يا معلم الحمد لله ديما الحمد لله ما يقولش الحمد لله يفد عليه ديما الحمد لله صح قول واحنا علينا نزك في دو خاتم صحيح الحمد لله ديما مانيش حمد لله عندي انا حقوق مسلوبه عندي تغطية اجتماعية ماهيش كونفينابل يبطل بيخوش من حتى من حتى شوماج قبل وقتك العنقور كان نتذكر هنا أول ما طلعت 200 دينار 200 دينار والشباب فرحان وكذا يعني قلنا أمه أوكي يخدم كونترا سي في بي ما نعرفش شنو وكذا يخدم الشيرة دولة تصب له شهيرية صغيرة كذا يتمعش شنو اللي مخلي اللي قريد صالير معناتها ذكرني كريم الربير تاع الأجر معناتها مين الأجر الأدنى الأجر الأدنى الأجر الأدنى شبيه مي تقدمش علاش الأسعار تزيد علاش والشهرية ما تزيدش علاش سيفلين شهريته تزيد علاش الموظف شهريته تزيد القطاع الخاص بار اكزومبل ما يزيدش خي احنا تونس كلها موظفين دي نسبه متهرمه في الوظيفه العموميه نسبه متهرمه دي كانت بيان صاحبي حتى في البريود الزين كانت خير من هكا برا البريود بورقيبه قالت له مسكت وجمله يقولي يسرق خفت المواطن خفت المواطن خليها على بعيد خليها على بعيد في المراه تخرج مرتاحه ما تخافش في الليل وامور عاديه صاحبي هذه المراه تسوق حتى الكناطريه البوليس ما عندوش الحق يوقف امراه في بريود زبي الكناطريه تعدي في السله الكناطريه تعدي في السله قالت تو شوي تنصحها البوليس ما عندوش الحق يوقف امراه في كره فكرت هاي وقت الاولاد وقفنا امراه خليو شي راس تحكي شويه يا كريم راني نستنى فيكم تكملوا باش نعطي شي راس الكلمه يا كملوا النقطه اي كملوا النقاط كمل كمل النقطه كمل انا خويا بار اكزومبل ضحايا تعويض ضحايا العمليه الارهابيه تاع سوسه بار اكزومبل الظرف هذا بالذات تقسم مظهر الدولة جملة لكل فرد معناتها لكل فرد معناتها 2 مليار دوات وما نعرفش قداش معناتها عام نعوضوا فيها الإرهابيين اللي هما النهضة وعام نعوضوا فيه ضحايا الإرهاب معناتها من اللي جوناهم كل شيء مقرون بهم هما وكل شيء رجعوا للدين خويا عاوشين لحظة التعويض نحن لحظة التعويض عايشين الناس تغزل قدام ونحن قاعدين نعوضوا نعوضوا صحيح 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 خذيهم كل التعويضات نتاعهم راه
اما كلمه قالها نصر الدين مختار وقتها دوب ما جاتك جلطه مسكين في يعني قال لك تونس بتولي تتسلف في الفلك حل. افهم انت عباره مرا مزمر عليها من عند جارتها بس سمك انك ما لقاش عندك راس بصل مرتها ناخذ احنا في قروض دوليه ما نعرفش الضمان شنو راه تو ما نعرفوش احنا معناش حق النفيذ المعلومه معناتها احنا أغنى فلاح عنده محبس المحبس ضرع فيه حمصة ومش نرجع لذلك مارد يعني بتاع سرارة ثيث أقوى فلاح في كتوسي أقوى فلاح خلي المرأة تتكلم يا أولياد أنا ما خليناش طفلة تتكلم وأنا أعرفوك أنت يا طارق فيمينيست دافع على حقوق المرأة ناتيولش هي الأم هي كل شيء الدنيا كلها ما هو اسمع احنا خلينها الأخرى بالعالي راه فهمت ما يصيرش حتى انتم تكملوا تفرغوا قلوبكم مش من بعد هي تفرغ فيكم قلبها مش شيراز اعطينا بالكرتوش تمام اعطينا هاي يا سيروز شكون يحب يحكي ولا نكمل هاي كامرأة واربعة رجال خذنا الاربعه يا شيراز خذنا الاربعه ندبيكم على اليمين خذنا الاربعه ندبيكم على اليمين اسمعني نكمل ولا كيفاش تو كمل تسع اختصر خلنا نعطي شيراز الكلمه داكور نحكيوا على التعويضات قلنا حكينا على المرزوقي وعلى تبعيه للخليج فهمتني معناتها حتى البارونات ثم باروناتنا يخدموا في التهريب بارونات التو من موالين الخليج شفتوا شو يحكي لتونس شفتوا اي نحكي مرزوق بالتعليق التو شفتوا شو يحكي اي سب فينا لجماعة بوكاشا نعم دير رب امه قحطه سب انا مازلنا نحكوا فيها بكري نضارق نزلت نحكي بها بكري نضارق قلت له تعرف معناتها جاي عباره تعاركت انت ولدك ماشي تشكي فهمتني ما نعرفش ضربت ولدك مشيت شكيت بيه للحاكم صحيح ما نشرفش بيه قومي اصلا يا ودي نحن توانسه نسيبوا بعضنا ما تسبنيش انت بكفته ابو عرب الطبقه المثقفه يا اخوي قامت له الطبقه المثقفه صحيح عندهم حريه التعبير كذا عندهم كليلة وبين مقدمة بيه قضيه رسميه أنا روح بقدم به قضية متاع سرق لي بسكليت نيكل وموقع مخدمة به ليلة وبال قضية فهمتني من عليه فهمتني قد اسمع على ثلب الشعب التونسي كامل افهم أي ثلبنا بالحق هو اللي عمل 30 مليون ياخو في 30 مليون ما قدم لي شيء ما هوش قدم لي شيء يا نبيل لو يسب فينا البوكاشتة ربك وبوكاشتة ولا يعمل لنا نحن في سكره لاندريت اللي عنده هذيك اللي خرج بيه من الدوله الريتريه تقاعد نتاعو قصور لما ثلاثة توانسة هودي جاء عقبها علينا نورمالمون يتخلى على الجنسيه الفرنسويه نهار اللي يدخل يروح نعم بوزينك صحيح نبيل يدخل يمشي بشدة الكرسي هذاك باش يحلف على باش يحلف على اليمين الدستوريه صحيح معناتها اللي تكرس في تونس من بعد الثوره التو البهامه والاستغفال توا ثم ليزانتوكس معناتها هذوكم الخارجين يلهيوا في الشعب ومتاكد انا ونحب نحكيها هذيا وعلى راسي وعيني ما فماش ارهاب في تونس فما ارهاب الفلس هذايا بعد كل عمليه ارهابيه ولا واحده ولا متزامنه مع عمليه ارهابيه فما قانون يتعدى فما حاجه تصير فما تعيينات تصير فما عرفت شنو تلهيت الراي العام هذه ارهاب الفلس ما عنديش انا ريت عباد نعرف عباد على الحدود قال لك شنو ارهابي هبط ينحج من ناحيته تيت احتيه توا ارهابي هبط لك في تيان وكلاشينكوف تعمل هكا انت شنو تمانيك على بعضنا جبل السلوم منطقه مسكره اي يدخلها لا فما هو نبيل فما الارهاب ما يلعبوا به معنا سي ولا تلعبه في داهم ارهاب الفلس هم يكوروا به يلعبوا نورمال ريب سير كوموند موجود هو ليفريزون ا دوميسيل هذا ريب ليفريزون ا دوميسيل صحيح قانون انا اللي متاكد منه الارهاب لعبوا بيه بعد الحروب الصليبيه صحيح حكايه خدمه اتجاه هي حكايه مع تطور الدول تاريخ ويعيدوا نفسه يا ابو قلب هما كمش بهايم تعرب المسائل انا قلت لك يكوروا لهم بنفس الكوره راهم يكوروا لهم استغفال الشعب استغفال صحيح للشعب
يا ولدي عرفت شنو يحب توا الحاكم مش يحب ياخو منك، عرفت شنو يحب يفرض عليك انك تتخلى على حقوقك في النقد في التظاهر في اي ريكلاماسيون مقابل انك تشعر بالامان. التونسي ما عندوش خنن، ما عندوش خنن يا ولدي، التونسي عايش، التونسي يعطيه محصل عشاه ويضحك ويلعب وشيخة راسه، ما يهموش في اللحم، ما يهموش، ما عندوش الخنن هذايا. ثم عباد اخرى، ثم عباد اخرى مولى برشا خبز صحيح نبيه، ثم عباد مولى وتخدم، فهمتني ولا، في عندها برنامج، عندها مخطط منظم، فهمتني ولا لا، اي اريد جوست باش تبرك البلاد هذيك باش يتمكن منها، ما يتمكنش منك وانت شبعان كما قال لك طارق بكري، انت سايخ تمكنت من حقوقك كمواطن، راك باش تولي تخمم في النقد، تولي تخمم في الادب، تولي تخمم في الابداع، هو يقتل فيك هذوكم الكل باش يجوعك الساعه، لو باطون سور تاتيت، العصا على راسك الساعه يجوعك يقسمك، باش تولي تخمم انت، انت القوت اليوم ما خلطتش عليه، معناتها سي صور لك باقيات في راسك، هذاك هو السوفت، صور لك باقيات في راسك خبز تلهث باش تحصلها، السوفي معناتها ما خلطتش على هذيك، اش مازلت عندك ما تريكلام يا اخي، ايه نعم، يتقبل يتثور، يتقبل يتثور، خاطر اول حاجه سرقوا منك هويتك، شوف عندي أم ضربة في القدم قال الآخر تاع كلام الليل الآخر معناتها حقوق مسلوبة كذا، استعمار كل مرة، استعمار بضخامة، هو كل مرة استعمار بضخامة، فهمتني مازلنا حلقة على الهوية كريم، مازلنا حلقة نحكي فيها على الهوية الكسب الكرامة راك شعب على البحر باش تعداو عليك الكل حتى الوندار انت فرونتير ديجا ما حطوش في فم المدفع انت بالضبط في طمق الميديتيراني انت معناتها ما حطوش على البحر في تونس قاعده ولا بين انت والكلمه الشيراز اي بربي كريم شيراز بعد سمعت ايش بيه شيراز قلبه معك الهرطقه الرجاليه بيش قلبك معبي تعب علينا بربي سبنا يا شيراز هاي سبه ما هو يحبوا طلعوا مازور كله كلها تلف مازو شيست لنا كلها أني غمضت عيني هاي سبا هاي احنا قلبي معبي على البطالة على غلاية المعيشة على العقلية اللي تبدلت على الاضطرابات النفسية اللي ولا عايش فيها التونسي بلاد تبدلت، واحد ما عادش يحس روحه روح لتونس نتاع قبل، تونس تونس نتاعنا، تونس نتاع جيعان تفطر عن جارتكم وامك مش في الدار تمشي عن جارتكم نورمال وكالتعايش ونحبوا بعضنا ما عادش تونس ولات كل واحد على روحه، كل واحد يجبد روحه، البطالة الوليدات الكل قاعدين ياخذوا في مصروفهم من عند امهم وابوهم، او ميم طون كي تحب تمشي باش تشرب قهوه مثلا في مكان سياحي ولا مكان يعني مرموق في البلاد ما تلقاش بلاصه باش تقعد، نحب نعرف العبيد هذوكم الكل لاباس عليهم، جي باش تشرب قهوه يقول لك ب 10000 10000 والمواطن مش قادر باش يشري كيلو طور فلفل، معناتها الدنيا مقلوبه على الفلفل والطماطم والبصل والبطاطا اللي هما يعني المرميطه الاساسيه نتاع المواطن التونسي، معناتها تقعد تمشي لتونس ولا تسال برشا سؤالات، الكلوف التونسي ولا يتكولف ولا يحب يتدخل في كل شيء، نساو شؤونهم الخاصه نساو مشاكلهم، نساو اللي هما في سيد يمسوا في القاع ولاهين بتفاهات، تحط التيلي ما تلقى حتى شيء، اوكين انفورماسيون، بلاك اوت، يعني ما عندك حتى معلومه، ديما غناش تيح والا برامج معتمده على المقاسي نتاع الناس،
اللي مئسي هذوما طلعوا لاموذا من 2012 جيب لهنا. ما كناش نسمعوا باغتصاب الأطفال، ما كناش نسمعوا ببنات مرمية من 6 متاج، ما كناش نسمعوا بطفل قتل أمه ولا قتل بوه، معناتها ما كناش نسمعوا معناتها بوليدات يموتوا في البرد. بون أنتر بارونتيز، معناتها مناطق الظل موجودة من قبل، من اللي احنا صغار، من حكم بن علي موجودين. ما نقولوش يعمل ما عملش، العباد هذوك ما عمل لهم حتى شيء رغم اللي حكم 23 سنة. يزيد يخرج ويخلي البلاي في البلاي، معناتها ابري سا تجي حكومات جديدة. حكومات جديدة كيفاش باش نحكم عليهم؟ انا واحدة من الناس باش نحكم عليهم ونقول نمشي بوزيتيف مهما يكون كلهم اللي يحكموا فينا تونس. زعما ما عندهمش خبرة؟ ممكن. زعما مؤقتين؟ ممكن. معناتها ما شفناش معناتها مجلس تأسيس هذا ما كانش عندنا احنا قبل، ولا برلمان وما كانش عندنا، ما شاء الله معبين. هذا كل ما فماش اقتراحات سورتو مع اللي صار في تونس في عند راهم في القايع اللي معناتها وليدات صغار معناتها جيعانين ماتوا بالثلج، يعني ما نجموش يتحركوا الى ندرى احنا بلادنا دون لانكاب معناتها غير قادره حاليا يعني باش توفر للناس هذم حاجه. معناتها نحبوا نعرفوا، نحبوا نفهموا شنو اللي قاعد بالضبط يصير، علاش الوليد كلها بطاله، علاش لي كونكور تعلنوا عليهم وتلقى إنسان شهيده يقدم في كل كونكور ما يبعثولوش ما يردوش عليه، عبارة ما هوش موجود. ومن ناحية أخرى التونسي ما حبش يبدل عقليته، العقلية اللي تقول خدمة نهار ما فيها عار. برافوش يا راس به، أنت متفقف يا سيدي على روسنا، عندك متليز في العربية في الفرنسي في الانجلي في المات، ما نشكش ما نشكش ولا لحظة يعني في الثقافة بتاع التوانسة. عنا دي ديبلومي، عنا ناس واعين، عنا ناس متثقفين، حتى شفير التاكسي في تونس متثقف. كيف تطلع معاه تعمل بون كيف، تلقى عنده معناتها عنده في مخه، عنده ما يحكي، عنده ما يقول. علاش ما نبدلوش العقلية؟ علاش وزارة التشغيل ما تبدلش النمط ولا القوانين متاعها وتفرض على المواطن يخدم اما يخلص حتى لين يلقاو له بلاستو؟ علاش قاعد هكيكا ما يعمل في حد شيء؟ علاش المواطن التولى يتشرط يحشم يستعار؟ اش بيكم تحبوا تخرجوا للخارج؟ داكا ما انت في الخارج باش تخدم؟ تخدم زبال، باش تغسل التواليت، باش تنظف لوتوروت، باش تخدم بني دهان، تركب الكابلوات، تحدد الحوايج، في قهوة سيرفر، في بار، سواء الطفلة ولا الطفل. ما تقوليش جيت للخارج ولقيتها معناتها محلولة وخدمت وشد مدير ولا أستاذ ولا دايوغ الخدم معناتها متاع الدولة معناتها الخدمة العمومية يجبك تكون عندك جنسية باش تدخل في الخدمة العمومية. هذا من الأول. أي كأستاذ جامعي ولا كأستاذ عادي ولا كمعلم ولا كطبيب، حتى الطب اللي يجيوا لهنا يخدم فوكاتير، يخدم ستاجير، يخدم جارد دوني ولا إرجنس، وما يخذش الشهرية اللي يأخذها الطبيب اللي عنده الجنسية متاع البلاد هذيك الأوروبية. وهو طبيب في تونس صحيح. هو طبيب في تونس. معناتها علاش ما نبدلوش شويه عقليتنا؟ علاش الزيتون يبدا ملوح ما يتجمعش؟ ايش بيه تحط سكادو على روحك وتمشي تجمع الزيتون؟ طالب بنهارك 50 ولا 60 دينار، اجمع على روحك الزيتون، اخدم ارضك. تونس بلاد فلاحيه، فرنسا طلعت منها الغاز وقت اللي كانت محتلتها، يعني تزيد توريك على الارتي، توريك في تونس عام 1945 و46 معناتها عامله بالفلاحه وبالقوارص وبالعنب وبالخمور وبال، معناتها بلادنا غنيه، مطمور تروما هي تونس ولا كانت روما طمعه فيك فوالا.
يعني عنا من جميع النواحي باش البلاد تقوم. سياحة ما قال حد الحد 1300 كيلومتر مربع معناتها بحر. الشمال الغربي اللي عايش في الفقر ينجم يعمل سيزون تاع سكي، ينجم يعمل سيزون تاع مصيد الحلوف، ينجم يعمل سيزون تاع غاسترونوميك خبز وتلة وتلة اي هو هذاك هذاك يخليك تعمل وتلة، هذاك يخليك تعمل وتلة. معناتها عندنا الحلول مي العقليه قاعد انتم كلكم لمتوا على الدوله با لا يا سيدي لا يا سيدي. الدوله ما هيش ميراكل، ما هيش ملائكه الدوله هابطه باش تعمل ليه المواطن. لا لحظه 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 دقيقه و... الاشخاص في الدوله مش الدوله، الدوله ولا الاشخاص اللي في الدوله كيف كيف بالنسبه لي انا كيقول الدوله يعني الاشخاص اللي يمثلوا الدوله. إيه. هو زاد الشعب حطوا بهي جيوب شكون نداء تونس 1300 معناتها مليون و300 مواطن فوتا للنداء. حزب النهضه مليون مواطن فوتا لهم، و500 مواطن ما بين الجبهه وما بين لي بارتي الصغيره. اما 6 ملايين الاخرين وينهم ولا 7 ملايين الاخرين وينهم؟ شديهم ما خرجوش يفوتيو يلوج على خدمة يا شيرازي، يلوج على خدمة. إلا ما يلوج على خدمة يحب يطالب بحقوقه وحطولك دستور ديمقراطي باش تفوتي. فوتي فوتي أنت على روحك، أنت عندك دستور ديمقراطي أعمل فوت. نحن اللي زعام نجيو على الفيسبوك الحزب الفلاني بيه الحزب الفلاني عليه هذيك بلا 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 كلام مرميطة طغني بالحجر ما فهم حتى شي حتى الحيمة ما فهمناش. كلام 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 بلا بلا. احنا شعب تونسي شعب بلا بلا، نتكلم ونتكلم ونتكلم ونحبوا لي كريتيك ونحبوا نضحكوا ونحبوا اللي صاير كله مش مسؤوليه الدوله وحدها، الشعب والدوله. احنا عقليه ناقصه وعي، نحن عقليه ناقصه وعي نحبوا العظمه مقشره من... لا ما نخدموش عليها يا شيراز يعني الصحه معناتها معناتها رغم لقمة باردة هذه معروفة. رغم رغم اللي يعني التونسي من أذكى ما فما، التونسي أكثر واحد دبلوماسي وأكثر واحد ذكي وأكثر واحد متقن للغات وأكثر واحد يعني ثقافته شوف حتى بتعتر حتى مميتك ومميتي وأمي وأمك وأبوك وبابا والكل هذوما يعني كبرنا معاهم وربيونا وقراونا، ما شفناش منهم العيب، ما شفناش منهم الإرهاب. المسلمين لا لا نحب نأكد نقطة اللي حكيتوا فيها هاتنا ذي خطرة معنا شيراز نو سامحني نكمل. أنا 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 شتي باكوبي نحب نكمل نقطتي. أي يمشي يمشي يعني بوك وبابا وامي وامك ومماتي ومماتك مسلمين واخواتنا مسلمين بلادنا فما 80% مسلمين. اما ما هماش مجرمه، اما ما هماش ما هماش ارهابيين. احن من التونسي ما تلقاش، والتونسي هو اللي يطبق في التعاليم الاسلام الباهيه. التونسي يحب جاره بكري، التونسي يعيش مع المسيحي ويعيش مع اليهودي. علاش في حلق الواد مش متعايشين مع بعضنا، في لافايات مانيش متعايشين مع بعضنا، في المدينه مانيش إيه انا كبرت فيها. باش تجي تقول لي انت الاسلام ولا داعش، داعش داعش كتبها ابن تيميه وشويه معناتها داعش داعش تلعب تلعب عشان تلعب تاخذ وتعطي. داعش هي الاسلام، هي الاسلام كيما لعب انت مع قريش هو ذاك هو. شوف شوف داعش هي الاسلام، تحب تقول انت داعش هي الاسلام؟ هي هي بالنسبه للشعب التونسي الاسلام اقوى منها. شوف شوف انا نحكي لك بالنسبه للشعب التونسي داعش حتى شيء. علاش؟ خاطر اسلامنا في تونس اعز اسلام، نحب الاسلام بتاع تونس. شوف كبرنا فيه احنا الاسلام مش بكله تلموا على بعض وتقول اجرام فيه نقاط بهين اللي نحن حاسناهم
ليه انت شنو معناتها باش تاخذ الاسلام كله وتقول لي 100% ما فيه ما يتلم؟ الاسلام كفكره خرج من الجزيره العربيه ما فيه ما يتلم. نحن امازيغ حتى المسيحيين كي ظلموا عنا دافعنا مع المسيحيين ضد اليهود. ارجع شوف التاريخ نتاع الامازيغ. نعرف علاش هو هذا المسيحيه راه ماهمش لونج غارديان كيف هو هذوكم جاونا وحابين نهذبوا لهم الحكايه، لانه المواطن الامازيغي هذاك المواطن الحر ديما يجي مع المظلوم. صدقني راهو حكيت في التاريخ راه نعرف فهمتني. ميمتك الحنينة اللي عند ميمتك وعند بابا انا ولا عند جاري هاي جاي عندها 4000 سنين على البالي مع الزوالي. كي جينا الاسلام زوالي ومدرجتين قالوا حكاية دفعنا عليه وهزينا لدي الرب وحتى الاسباني اختاروا الحفاية متاع العرب كانوا يشتركوا من الزياد يدخلوا اسبانيا هما ما يدخلوش. العملية فين صارت العملية؟ الاسلام دين قبيح جاي من الصحراء. يعني انا يظهر لي بعد استاذ غول اللي قلته شباب على الاخر وعبرت. لا مش هكاك غول. شفت انت الكبده انت خرجت من الكبده هذاك علاش مسيتني هذاك علاش دخلت انا فيك. لا باش اقول لك حاجه. شفت الديانات والاسلام وهذا الكريتيك وانا بعيده عليه كل خرجت منه ما تخرجت من الانتقاد الاديان. فهمت انتقاد الادين على شكون انا ماشي نحكيوا على دين نحن نحكيوا على فوالا ما نحبش نحكي فوالا. وتونس وتونس شئت ام ابيت 80% منهم مسلمين نحن نحبوهم سعين. وبلادنا امي باش تبعث الحج يا بنتي من غير ما الحكايه دي ما غير ما فيهاش نقاش فوالا مضابيه معناتها وبابا توا نمشي له للجبانه وناقف تبدا تقرا فيا تقرا في الفاتحه بحذايا نحط راسي ونقول له يا شايب براني توحشتك وجيت نطول عليك ويقعد ديما تونسي وانا كان الموت قبل يعني لي نشوفوا عند جاري نبدا قاعد في قهوه عند زنازه ناقف اما كي مات الوالد ولات تمسني الحكايه فوالا شويه فهمت. توا نمشي له طرف زيوان بانك بحذايا نحكي له نقول له راني جبت بنايه راني درج منيح نعرف اللي انا نايك على روحي انا نعرف الاخر. اما هو انا وهو بنتي هو قاعد باللجان نتاعو اي هذا باش كبر في كرازي وانا كرازي عادي دوم البنت هي من تو دون لو ان اي لو ان دون لو تو نمشي له نحكي له ونشيخ معاه لين مره والله العظيم دخل جبان في الدندان او باش نحكي لك حتى امي تقرا في الفاتحه واقفين على القبر ومحلانا جونا احلى جو وعطينا شويه ماء ونظفنا واحد وعملنا شويه جير والحكايه هذه نتلفت نلقى مراه عزوزه مطبسه على قبر ولدها تحكي له مطبصة بالملية متاعها وتحكي له قالت له راهو جاي خالك الناصر وراهو اليوم اختك دخلت المكتب. أول مرة نشوف إهانة للموت بالطريقة هذيك في رب الجبانة تهين الموت. أنا مش ولات نبكي أمي ولات مروحة بيا. أمي ولات اللي هي ديما تبكي وأنا روح بيا ولات هي مروحة بيا. مخ شاح كعملية كيفاش باش تحكي مع الميت ما هما يلعبوا لك على اللعبة هذيك هما لازمك تفهمها. الميت هو الميت جزء منك وباش يعاود يحيا فيك. انت بنوتك اللي جبتها فيها العروق نتاع جدك فهمت. ما تخليهمش يلعبوا في الزون هذيك. ليه مش نلعب في الزون هذيك ما جيست حبيت نوضح اللي بلادنا محتاجة اللي احنا نكونوا مع بعضنا بالضبط. هذا هو اللي عايش عليه بلادنا. انا نحكي حتى على الموت باش نلمها حتى في رب الموت باش نلمها حتى في رب الجبان. اخي وليش الاسلام هو اللي يلمها في الجبانة الزبي
خلونا في تونس فروق 80 قتلك شيراز 80% من الشعب التونسي الحكايه هذه ما يفهموهاش. ما قلتش ما يفهموهاش، قلت 80% بالشعب التونسي مسلم ونحترمه. يفهموهاش الحكايه هذه، ما نعملوش كريتيك، تحترمه. نحن تربينا زاده في تونس، وتونس بلاد والدينا ربينا وكبرنا معاهم. مانيناش العيب في بلادنا، ودينا ماتي ودينا ماماتك ودينا عزيزي، عملتها هو عاداتنا وتقاليدنا، نخشم ما يتنحاش من الوجه. على كل حال، الأهم في الموضوع علاش؟ على خاطر كل واحد وعقيدته، كل واحد وإيمانه. خاطر مشكلتنا مش الإسلام، مشكلتنا العقلية. فهمت؟ مشكلتنا العقلية. ماليزيا، برا امشي لماليزيا كلها مسلمة، برا شوفها ماليزيا. امشي لتركيا، امشي ماليزيا، امشي ايران، امشي ايران. كيف ايران مش مثل بيه، شوف المرأة والماليزيا والمرأة سي با بون اكزامبل نتاع تعطيه. باش لا نحكي لك على الاقتصاد، ونحكي لك على الناس لاباس عليها وتاكل وتشرب. الحريات ساعة تعطيني الحريات، هاي حرة تونس، هاي حرة فيها بس كيزوفريني كاملة. يحكوا فينا حزب اسلامي يا شيراز، لا لا ماهوش يحكم فيك حزب اسلامي. البواطات في الحمامات معبين، كيف تعلم البواطات؟ حتى في ايران فما بواطات، اي البنات يدوروا نورمال، فما المتحجبه فما عادية، فما بواطات سي با غراف. يا 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 خويا سفيان، الحجاب شوا شخصي. اي حره تحب تحط حجاب، شوف ما تمشوش. نرجعوا لتالي اللي تحب. انا مانيش نحكي معاه، انا مانيش نحكي معاه، انا كي جبت الموضوع بكريك على الحجاب عندك الحق. اما باش نقول لك حاجه، انا مش نحكي مع المراه، نحكي مع راجل ما تفرضش عليها حاجه مش مكتوبه في القران. لا ما يفرضش عليها. عن كما قال كريم شيتو بابلوس، مانيش نحكي معها هي كشخص، نحكي مع رجلها خاطر ينجم يفرض عليها هو. انتو نو 85% مفروض عليهم. انا حاولت نحكي مع السيد اللي يحكي معها باش نقول له راهو الكلام اللي تقول فيه الحجاب مش موجود في القران بالحق، وتكتب بعد 120 سنه من وفاه الرسول، وكتبوه عن معناها 17 كما قال النبي البكري، معناها امور مش صحيحه. ثم سؤال بابلوس، اسألك سؤال، معناها مش سؤالات تحب لهم. انا فهمتك، يا سفيان سي تون دروا باش تسال، سي تون دروا دافوار دي ريبونس. صحيح حقك، ومن حقك تسال، ومن حقك تاخذ اجابات، ومن حق اي انسان عالم في الدين يجاوبك. صحيح، هذاك ايش حبيت تقول لك؟ معناها مش مثالش. لا هذاك حقك. انا بالعكس، انا كما جيش نحبهم 80%، أنا ما نحكيش حتى باللغة هذه، ما على باليش. فهمتك، فهمتك. في مخك سؤالك الفرقيلك اللي فهمت شتو؟ أنا فهمتك. أما العقلية يا سفيان، العقلية، شوف أنا عندي معناتها نعيش توا في أوروبا، فما أوروبيين دخلوا للإسلام. أما ما تبدلوش في عقليتهم، يعني هيك مثلا تنجم تلبس حجاب بالنسبه للمراه، بالنسبه للراجل ينجم يعمل لحيه يمشي للجامعه كل شيء. اما ما تبدلش معناتها في مثلا يخلص الضرائب نتاعو، يخدم سويعو، ما يقعدش بصل، ما يرميش القاتله، ما يسرقش، ما ياخذش رشوه. الاوروب عقليه الاوروب مش عقليه مو انا نحب نحكي على العقليه ليس عقلية. تسمحولي بكلمة واحدة؟ عقليته كيف؟ تسمحولي بكلمة واحدة؟ أمشي كريم. ها؟ خلينا نضحك بالعين والشيخين كل شو تدرقك مش متشجع مغادي صاحب كسرية. لا اسمعني، اسمحولي بكلمة واحدة. ساعة أول شيء. اسمع عندي سؤال. بس كريم برسم دقيقة بركة، سامحني برسم كذا ما سجلش عداه. يا طروق عندي سؤال، برج ولي بكريكا، ثم كلمة قلتها أنا راني مانيش برجيبي ومانيش متحزب جملة، فهمت؟ نعرفوا بعضنا تو تركي، قول لي حاجة بركة، برجيبي مانيش ضده، بالعكس ثم حاجات عملهم باهيين برشا، ما نحبوا بليتو ما نكرهوش، مي أنت ترشي باللي هو عربها نوعا ما تونس. كلمة خطرة. نزلوا عليه وزرة، برجيبي أول ملحد في تونس. وي فاهم في هذه الخطابات تدل على هذا، فاهمك في كل شيء. ولكن كيف تقول مصور؟ مازي امشي، مازي حاب نسمع في هذه بركه بكري قعدت واحد لي حابب نسمع.
وزي وزي. بالنسبة اللي يرجع أنا عرفته برجيبة أترافير المساترة اللي عايشين بحذية معناه جيرانه اللي يعرفوه مع البنتين فهمت؟ الراجل حب ينحي الصلوات يخلي كان صلاة الجمعة يتلموا شوية رئيس راهو راك مسؤولية قحبة فهمت؟ مع شعب تم استعرابه وإسلامه وصل الحكاية مع المفتي متاع الجمهورية خلوا خليلهم أخوي صلاة الجمعة يتلموا يبندروا شوية وحكي والسلام عليك نحي الزبي أخي كان عنا في عهد بورقيبة بش نشاوروا السعودية بش نصوموا ما بورقيبة يطلع يقول غدوة رمضان وفك على زبي واختاوني كان ملحد حتى أكثر من كمال آية أتيرك رو فما حكايات هو كان مجاش العقلانية هذيك اللي عنده وعمل رو بورقيبة كي شدها يا سوفيان رو شدها 5 ملايين بعد الاستعمار 5 ملايين بيم رو شد وقت اللي خذيه بورقيبة البلاد رو فما راجل عنده تصويرة كما كارين تو يعمل فتصار في كتابه يحرث على نسيه الأربعة أريد رابطهم محراس يحرث عليهم الأربعة إيه. لابسك الوحدة الكادرون بتاع تونس ولابسك الواحد معناه خذيه بلاد بهيمة إيه يا ولدي يقول لك حاجة برجيل عنده مليون يولي ودواعش في العقلية متاحهم وقتها أي ومالغري سارة وتونس راهي مشكلة قحبة وتونس راهي الناس مش فاهمة راك محطوط ربك على البحر محطوط في فم المدفع راهي كلها تحب تنيك معك الحالة فهمت سي بورسولا حتى شعبنا متوتر التونسي أنا بيدي تونسي معناها نحكي كي متوتر مانيش شكل عقلاني 100% ساعات انا اقولها راهو في اللي فيديو راني انسان عاطفي انسان معناه نحكي باللي سنتيمون تاعي اللي عندي نحاول نعقلهم شويه نعملهم شويه كاناليزاسيون نحكي حكايه ندرسيها اما في الاخر كي تلوج ترجع عليا راني انسان سنتيمونتال عاطفي معناه العاطفه تغلبني فهمت الفرازه في معناها تو كيف نرجع تو على سؤالك على بورقيبة راهو اوكي يعمل انا ماذا بيا بورقيبة جيني 2017 تو بورقيبة راهو عام 60 قال راهو هذيا جاتنا دعوة كيما الدعوات الكل نتاع الاسلام تصور احكي فيها هكايا خطابات يا ودي قرم خطاب الغزة واريحة بعد عام 97 بشقاها كلينتون وبوش وزب قال يا ولدي دافعوا على ارضكم بالسياسه وعملوا حكايه انت التونسي تحرق للطليان تموت في البحر الفلسطيني راهو ما يحرقش راهو وحده وبنى روحه جدار حرض الصهاينه باش بناوا له جدار معناها فهم واعطاهم حلول الراجل راهو انا ما نقدس حتى حد وما نأله حتى حد اما اللي عملوا لتونس سي با فاسيل دون لوطون راه سي با فاسيل انا قري انا 87 انا في الليسي بريمير سيكوندير والزيمان سيكوندير جاني واحد قال لي راه تنحى بورقيبة قلت له امك وبوك داعين عليك بالشر اختزل من الحكايه ذي شكرا اي من بعد سمعت خطاب بن علي في نفس العشي انت فكروا السنتيمون هذاك انت فكروا هو راهو اسمعني يعني نكتب الروايه معناها الشخصيه نتاعي نخلقها دو ا جوسكا زد ملي بدا تلبس القماطه حتى لين تكبر حتى لين تولي عبد معناها الصوص اللي جرى فيه بورقيبه جرى اخويا ما صاب شيء وبعده بورقيبيين وريت قصت نزار انا ولينا كي كوريا ولا تايوان وفتكي ما زلنا عايشين في رب العالمين حتى وانا عندي رب مشكله معكم عندي مشكله مع رب قطر مره مره ديماري ديماري شيراز قلبها معبي كريم وزي ولا شيخ عليك تعبو زيك وزي نو مش تو يحكي باش يحكي معناتها ما يركزش على حاجات معناتها دوغماتيك هذوما حاجات يعني يحترمهم كل انسان لازم نوصلوا نحترموا بعضنا شوف تحترم هذا المهم هذا المهم اي نوصلوا نحترموا بعضنا معناتها تحترم اي انسان كيما كنا قبل عايشين كيما كان عندنا سيدي الشيخ وكيما كانت عندنا الراقصه وكيما كان عندنا المسيحي وكيما كان عندنا اليهودي وكيما كان عندنا الملحد وكيما كان عندنا مخلطين احنا شعب 4000 سنه اوني لايك
هلايك معناتها نتقبلوا الآخر ونقسموا معاه وناخذوا عاداته وتقاليده معناتها معيشة نتعايشوا احنا ناس نتعايشوا حتى اللغات اكثر شعب يتقن اللغات هو التوانسة وتدرب عبر التاريخ ولا متدرب عبر التاريخ مي صحيح فما حاجات توجع القلب كما اللي حكي عليهم نبيل مثلا الناس اللي مسكنات معناتها ما فماش عدالة اجتماعية وكما قال زادا طارق طفلة صغيرة تموت من البرد 9 سنين واحنا في 2017 معناتها يخلينا يعني كمواطنين نتسائلوا إلا ندرى علاش أما ما ترميش مانيش باش نرميو الكرة في حتى علاش على خاطر كي تجي أنا واحدة من الناس يعني شخصيا كي يجي نتبع ندخل بعضي ما نفهم حد شيء فما بالك ايش حيت ما تفهم حد شيء تسمع المسؤول هذيك تسمع المسؤول هذيك تسمع الوزير هذيك تسمع الوزير هذيك تسمع النائب هذيك تسمع ما تفهم حتى شيء تجي تخرج الخلاصه بمخك معناتها تعمل كونسنتراسيون مش تقول انا مع الحزب الفلاني ولا انا مع حتى حزب سيدي نحترمهم الكل جاوب الديمقراطيه لا جاوب الديمقراطيه والناس هي اللي فوتيتهم اما اللوم قلت لك على 7 ولا 6 ولا 7 ملايين اللي ما عملوا حتى شيء يسكتوا يتحملوا مسؤوليتهم فهمك هنا واحد لازم يكون شوف هذا كان باش نحكيه الكل بالعاطفه اي تاول فلقتوا الناس الكل عطاو تتفلقت تدخل بعض وما يمشي حتى شيء وما يمشي حتى شيء شيراز عندك ثقه في الفوت في تونس برجوليه 100% في اي بلاد في العالم ما فهمش 100% في تونس كيف بلاد العالم الكل ما فهمش 100% اما يسوع يا سفيان عملنا خير من اللي كانت قبل كومن انا بدي ذدر او حكيت اما قبل كان توصل 99 وقحب وانت تعرفه فما حتى فما بياس دو تياتر في كلام الليل حلوه برشا اسمها الديمقراطيه كمال جبالي ولا يلحح بن علي قال وخي تو احكي لي تعمل فيها وتصرف وانتخابات ورويق يا ولدي نحن رانا عمك يكب على ولد خوك وحكايه واختنا ونحبوا بعض الناس كل وانت الرئيس معناه في الليروني بتاع المسرح علشان انا ديما بالفن اي الفن لا عندي ما عندك حتى حل خلاف الفن اي الفن هو الغفلات الحياه نتاعنا سي معناتها بيرسو عاوتو نحكي لكم انا فاز على الفن فما كتاب خرج هذا قليل اللي يعرفوه هذا كتبه عثمان الكعاك في 1922 اي سيدي باش انصحك الكتاب هذا يقول لك برا امشي اشري الدواره مع عند اليهودي لانه اليهودي ما يملها لكش بالماء كما المسلم هو مسلم عثمان الكعاك هذيك زاد عقليه باش تفهم قبل كانوا اليهودي يبيعونا في الحم اليهود التوانسه اللي عملونا الهريسه ولا بلادي والمركز والمدفونه اي وردوك عندك ذوق في العالم حتى لا تراك عندهم حكاية عاملون بقلاوة عاملون حكاية ما أي ما ننكروش وعاملونك البر مقلي وعاملونك أما سادة عاملونك ساحة بارتو وعدموا الناس وقتلوا بليه ناكونا 100% للعنكوش قطعونا شلونا بالضبط وبعونا الفرنسيس هذاك علاش أنا نقول التونسي مسكين الزوالي تيه رب الخرا هذا كل مرة حضارة هاي وكل مرة مشكلة ويتحشيلك يا زبي عمره محكوم فيها تونس الزب هاي محكوم يا ودي الدول اللي تخلي الإسلام محكومش فيها حتى واحد منهم سيد القمني قال تبعثونا رب في خليفة من الشام ونحن مصر متاع الفراعنة قال دار بابا 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 ب
برا يا ولدي انت تعرف مرحبا بيك في جيوي الحلول يا معلم حلول حلول نسمعوك في هذه برجو لي حلول السروال وهبط ليه وثورة وتسرقت والحاكم وطغى والزويلي وتعبس والدنيا شعلت الحلول اعطونا الحلول ديز الحلول كريم هرب نورمال مو قال لي عليها الحلقه اللي فاتت قال لي عليها ايه انا حاب نحط شيراز رئيسه اول حلول من اول الحلول رئيسه برجوليه تعرس باربعه برجوليه وهي تحكم امورها امور تعرس هذا 15 ولا كانت امراه تحكم كانت الامور بها يا برجوليه قال لك علاش نتكلم مكاي قال علاش نتكلم سلم شيت مثل الامور كلها صح اخي رئيس المانيا مش مراه اكبر ازمه صارت اكبر ازمه نقول لك ماكل اكبر ازمه صاير انا رئيسي مراه شيخ عليها شيخ عليها محبنا اكبر ازمه العالم كل جا ضدها ودخلت مسلمين ونياك ودخلت رب دواعش لهنا اما الماكينه الالمانيه ترحي يدخل في العجله اني كم وكي تلحاك ينايك شو من قريب فوق لو دي كلهم ضد ما خليناش بلبل يتكلم عيب عليك هاي قلبينا جينا في الحل حتى نعرف خلنا فيه تريد نحط يدي على جرحك هاي نبيل ما تقصوش علي هاي ايه نحب نحط يدي على جرحك هاو شنو الحل ايه انتي ما عندكش حل تسألك هاو شنو الحل بيان سور لا احنا سخيبوك عن خلا شراس طايحتك تو كان لي انا نعمل 1000 فيبسيز و 3000 دبابه وتنظم على دينهم هاتوا نفك يا كثر كثر من لو قاعد الحل الحل يا الحل يا نبيل العقليه نقتلكم كان بالكلمه هذه العقليه كيفاش نجم نصلحوها العقليه بريكزوم العقليه بالوعي لازمك توعي الناس اللي يلزمهم يخدموا اللي يلزمه يحب بلاده اللي يلزمه ما لوحش كيغط في بلاده اللي يلزمه يحترم تحكي لهنا على ترسيخ الباتريوتيزم تقول انت الباتريوتيزم ليه عندنا باتريوتيزم فما حتى تونس يكره تونس قال كلنا وطنيين انا قلت يا ودي اللي عملته فيا تونس فما شكون يضرب على الدين بعيد مش كل يا سوق مش كل خرج يضرب على امور اخرى البرة من تونس مش هذيك 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 هذا مغجو ولا نحن نقولوا استثناء ما يهمنيش كنت بدي احكي عاد خرجوا على النطاق هذايا موجودين المشكلة فيهم كلمة قلت فيهم هما توا المشكلة النقطية غادي بو ابري كلمة تنبشت فيها انت يا شيراز دمغجو على الدمغجة في تونس فما كتاب انا البارح تنبشت فيه ومفركس على الليان نتاعو نتاع جورج ويلز قال لك كيف تصنع مريضا نفسيا كيفاش تصنع وكيفاش كيفاش تصنع نحكيه لهنا بالله خلينا نكملوا الفكره هذه على الانتوكس على الاخبار الكاذبه على على تطويع الاحداث باش تعمل بها احباط عند المواطن فما نسبه احباط كبيره على الاخر لدرجه انه ما ينجمش يقدم باش يبدل حتى سوريته مش يبدل مش يبدل البلاد مش يبدل الواحد نسبة إحباط كبيرة المواطن ولا عادي يحل عبارة أنت عارفها قل من أي كازيدها نص يحل بيوم نفس لكي مش يفركس على جديد الباهي عارف عرفتك شنو كان يتقتل كي ما قرعة يتقتل كل يوم يستنى في الخبر عاش تبجعل تنسوه بك الريتم بتاع الأحداث المزمرة الأحداث المتواترة الخايفة يا قتل يا جرح يا فقد يا تخطف يا هذيك يقتل ولده يا وزير الفلان يا سيد الفلان يا عرفت شنو لدرجة انه كرسوا فيه البهامة ما عادش يحب يقدم وفما حاجة أخرى ممكن أنتم فايخين بها ولا لا فما فجوة ما بين الجينيراسيون عنا توا من 20 فما فجوة حتى ل40 من 40 فما فجوة حتى ل60 هذيك نورمال نورمال نبيل
تنتمي للمجتمع. العشرينات الصغار من العشرين وش بدلوته متفتحين صابها وكم مدلل وليدات صغار نشوف فيهم صبابر على الاخر. انا روحت تونس دم غشين كذا. حتى اللي نقل ببهامه حتى اللي يستورد في الفكره ببهامه وما قاعد يطبق في 70% صحيح. الاربعين اللي نحكي على جينيراسيون تاعنا اللي في الاربعينات قاعد يعوم في الناجح شوف شوف بلبل غالي، هي العمليه ما تنجمش تعملها كوم ستاتستيك. انت كي تروح تونس تدخل جابانا تلقى تونس كامله مات. تمشي للربوخ تمشي للربوخ تمشي العرس تلقى تونس كامله، تمشي للسبيطار تلقى الناس كل مرضى. معناها بالستاتستيك هذوما ما عندناش ستاتستيك لانه مفهوم الدوله غير موجود. هو السعي نتاع بورقيبه من الاول باش نعمل المفهوم ده من الاول من عام 56 تحس وتكرس مفهوم الدوله ولا ما عندكش ستاتستيك يا ولدي. ما عندكش ستاتستيك ما عندكش دوله، ما فهميش دوله ما عندكش مؤسسات يا ولدي بالضبط جاب حارك. اي اسمعني ايش اقول لك حاجه، انا الدوله مره واحده حسيتها حضرت في تونس مش دوله بورقيبه باش نبدا واحد دوله تخيل الدين باشا صحيح. دولة متاع خير الدين باش فهمنا عليه. فوالا نفهمك علاش. وقت اللي هربنا عليه نورمالمون وليو كيما الشيعة والسنة متاع العراق وقت اللي طاح صدام حسين وقتلوه الناس كلها تبعت نو. الدولة في تونس قاعد مستمر. انت 14 جانفي 15 جانفي تنجم تمشي طلع مضمون، ما عندك حتى بروبليم. الإدارة الإدارة موجودة، الإدارة راهي من سمات الدولة. نحن ما قرروش روحنا بفرنسا يا سوء. وذاكش نزلت علاش من جلت ويقف البلاد صحيح. هيك هاو هيك هاو جلتها بالضبط حومة يا ولدي يا ولدي. الحومة حمات بعضها الناس تصرفت عم تحكيه. اما الدولة ما زالت وراهو ما عملهاش بورقيبة. علاش خالي الدين باخي فهمنا عطينا علاش بورقيبة تبع النهج احمد بن زياف تبع النهج تبع ناس خير الدين باشا تبع حتى من الدولة الحفصية الفازة فيه. معناه كي واحد يرجع يقرأ شوية جوس التاريخ الفازة فيه الدولة التونسية لو خير الدين باشا نحكيك عليها ذي لو واحد خطفوه ألباني الدولة العثمانية دولة طون ومن بعد حطوه في القصر متاع البي. الولد تربى في تونس وعاش في تونس وحب تونس شيخ العرب مشي معاه وعمل له اي وعمل له كيفاه ما تنساش اتاتورك. اتاتورك بتبيعه كان مش اتاتورك اللي انقرض تركيا بعد سقوط الدوله العثمانيه على بورقيبه نحكي لك. ها اي 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 اخي بورقيبه ما اخذ تعاليمه وما عند اتاتورك. هو هتلر بيدو هتلر بيدو قال اتاتورك رجل يحكم تركيا من قبره من القبر نتاعو يحكم في تركيا. اي باش نفهم الدور. امشي لتركيا قول له اتاتورك ابنك ويبدا خوانجي على الاخر ما يحملش فيه ما يحملش فيه لانه ابو الاتراك هذاك هذاك اللي اسس الهويه التركيه اللي انت تمشي فيه. نحن حابين بورقيبه نعملوه كيما اتاتورك عليه ما يستحقش الزبط ما يستحقش يحبوا رب التعب اللي تعبوا اكثر من اتاتورك. راهو الناس مش فاهمين نموذج موجود يا طارق الاخر وريث امبراطوريه راهو الاخر اتاتورك جاي من امبراطوريه عثمانيه. بورقيبه زوالي يا ربك جاي من ساحل حاره وحوته وهندي وزبي واعي وعمل من ربهم دوله قال انا ما مانيش نقله فيه يا بلبل صدقني مش نين انا اما نحكي تتقال حاجه الكريتيك كل فوالا كله يتقال في بورقيبه ما كانش نايك وانا عام 74 نحاولوا كرستي لازم يسلم. اما هو قال لك يا ولد القحبه هذوما كان باش نعطي لهم باش نكون في حيط وذاك هو اللي صار فاهم. انا تعرف باش كرزني برجوليا كان ينجم ما يعربهاش تونس كمان سيتو فما ضغط الاول هذاك حتى كان ينجم ما يحطوش البروف اللي بدناك هالبلاد ماك البلاد كان مزاري. يا ولدي اسمعني نقول لك انا حاجه في التاريخ السياسي البلاد ناك كان محمد مزاري هو اللي بدا يعرب
مزالي حتى كيما تم محترمه كرجل سياسة راه كل واحد يخد حق. قال يا ولدي اكتبوا علي انا رجل تعليم وتفكير ما تكتبوش علي وزير. المزالي في قبر وانا قابلته مزالي في باريس دون لوطو. انا واحد صاحبي صغير انا صغير على الاخر. قال تكتبوا لي على قبري راني رجل تعليم وتفكير مانيش رجل سياسة. المزالي هو اعطاوه هك الخليج وقتها بديت الفلوس بالضبط ضخوله ودخلك العروبية وكنا نقرأ ديزياماني سيكوندير بالفرنسي ولين نقرأه في الكاترياماني سيكوندير هذيك عميل المزالي راه هذي مش تفهم العبيد فهمت ايه فهم هاي 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 المزالي هو اللي محاولة التعريب الأولى صارت من محمد المزالي رحمه صارت منه محاولة التعريب الأولى للبلاد هذي هذه أنا مثلاً تقلقني في شخصية بورقيبة كشخص كهو هذيك السيرة كريتيك اللي عندي حكي الكوتيات هذوما شوية فهمت هم اللي نقول معناها كشخصية كذي مش دمدوم ثم حاجات كان ينجم يعملها كمان مواطنين اي بورقيبة راهو كان داير به دريس كيكا كان داير به بالفيلة والبلون اي وجماعة وصيح وكانوا وزراء زادة حلوين وصفر وجماعة صفرت به براه وسيلة تصور راجلي تاك النقطة اي وكل نقطة وتصور راجلي واحد وحكاية لازم هي لازم راهو هذيك أما أقول لك حاجة كان قاعدة عقلية بورقيبة العقلية متاع الوطن بورقيبة مات في المستير ما عندوش دار خرجوه من دار أبوه صلاة وي وي ولده سيرتو في قابره ولده خذا دار وقتها أول ما بدات بناء المنازع دون لو طون كانت جبال تسرح فيها الاعلان هذيك يحب تونس بالرسمي مش يطلعها ولدي شال ولده قال وك عندك دار في المنزع نيكم القحبه اي فكها له الدار فكها البورقيبه جينيور اللي هو طبيب التو مازال معناه في باريس ولا في فرنسا مازال موجود الراجل يحكي فيها الحكايه ما يتملكش في تونس بورقيبه هو الوحيد اللي هو كان تونس معناه الهبال هذاك يا تاك ابو على حلول ولا ما نحكيوش انت ما قلت لك شراس بكري حلول ولا قلت لنا ما سؤال ولا شنو حبينا جس نزلزلك نزلزلك وسط الدار ترى محلول نعمل لك شوية هكا برمقلي على جناب أخوي ودخلناك دخلناك سيدي بسعيد ديريك تتصرف يا رجل يا طيب يا ودي معي الناس توا بالتاريخ توا حاسنا باللي جاي جيس عملنا زليزة وقتها ويه على اشتاق في نيموني هوماج اللي تعدى ذاك على تونس اللي مشي بترشق يا صاحبي فوضى كبيرة إذا كمش ننظروا الحاجة إذا كمش ننظروا الحاجة تونس راهي مشي بترشق شو عملنا أنا نحب نروح البلاد نحب نعمل ناكل دجاجة بعد كعبات بير فاسيت هذي معلم راه كيفاش تواصل هكا راهي كيفاش تواصل تونس هكا راهي ماهي باش دخلت على الدجاجة وماش باش دخلت على اللي تحبوا وماش باش دخلت على اللون براند معناها ماعادش باش تعمل قفة العزوزة معناها ما دخلتش على اللون براند اللي تحبها للبلاد ماعادش باش دخلت على حد شيء نسبة المديونية يا معلم نحكي اقتصاد نسبة المديونية اللي كانت بعد الثورة 36% تولت 63% تعكست تصنيف نتاع تونس في العالم كان 175 يظهر لي زاد طاح لقريب 200 مودع جيجي متنكنا عاشير بلوب المود لا فيلم منيك وين ماشيين روحنا بالرسمي يقولوا احنا وين ماشيين معرفت ريتها في عروين فيديو نسمي وين ماشيين يا معلم وين ماشيين أكبر دولة عصابات المرة فيها تهبطها أنا في ستاتي تونس راي كانت قبل شوية مقبرة نفايات أنا عندي شوية ثقة في اسمه فك وزير التعليم اللي عنا ذاك جلول حديث فارغ لا ما موش حديث فارغ نبيل نعم نجي جلول يبقى في التعليم يبقى مجاله التعليم
يبقى هو البلاد ربك مجال التعليم هو الدولة هو المستقبل متفاهمين والله صحيح نحن كما قلت لك الأخرى شيراز عقلية أنت العقلية هيك باش تبدلها باش تبدلها كان بالتعليم ثم حاجات في تونس راهي ما تتعطاش ما تتهديش يا ودي أنا قرا عندي قراك قراك ما ورب بورقيبة وأنا بيدي قراني بورقيبة والسوح ضر شوية على وقت بورقيبة أبار بورقيبة يا ودي التعليم هو اللي خليك تفكر بفصوبي بخلاف التعليم بخلاف التعليم تي التعليم راهو لازمك تخدم على لونتيرم أنت نو لونتيرم بالطبيعة قاعدين نخدموا لونتيرم سامحني هذه الحلول شراء التعليم يصنع منك متعلم ما يصنعش منك متثقف الثقافة هذيك حاجة مثلا حساب العثمان طردته المدرسة من قبل ما يخلط الليسي أنا سمعته أما حسين بن عثمان كتب أعز رواية في تونس اللي هي برومو سبور فما أشياء ما سبور ربك تقرأ هي كيف الكبدة خرجها من داخل بيه لا 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 نحكيه على حاجات نحكيه على حاجات كما قلت لك هي العقلية العقلية فما حاجات من ضمن العقلية ما تتعطاش ما يعطيها لكش القانون هذيك هذيك من حس المواطن هذيك من حس المواطن شكرا نبيل خاصة الكلمة الأخيرة إن هذا من حس المواطنة هذه أهم نقطة في الحقيقة وصلنا الآن إلى آخر الفيديو وما نجموش نزيد نطوله أكثر من هذا على خاطر تقريبا ساعتين وانا في الحقيقه مانيش باش نفرغ قلبي علاش على خاطر قلبي معناتها فرغ عنده قداش بالنسبه ليا معناتها القلب كي يبدا معبي ما ينجم يعمل حتى شيء وانما لازم يفرغ باش تنجم تعبي بحاجات باهيه للمستقبل تونس انا بالفعل كان قلبي معبي ياسر ولكن استطعت باش نفرغه باش نعبيه بحاجات أخرى أهم ولكن باش نعمل ملاحظة على نقطتين مهمين معناتها قلتوهم طبعاً هناك عدة مشاكل في تونس منها المشكلة متاع العدالة الاجتماعية ومشكلة العمل وغلاء المعيشة وعدم الاهتمام بالمناطق الداخلية يعني مشاكل كبيرة جداً تعاني منها تونس ومنها طبعاً ما يسمى بالإسلام السياسي ولكن فما نقطتين معناتها لفتوا انتباهي هي النقطة الأولى هي مسألة العقلية والنقطة الثانية هي مسألة الهوية في الحقيقة الهوية والعقلية مربوطة ببعضها سمعت شيراز شنو قالت قالت لي احنا ما عندناش مشكلة مع الإسلام التونسي أو الإسلام الشمال إفريقي ما عندناش مشكلة وتجاوز المسلمين الأولانيين واحتلوا شمال إفريقيا الأمازيغ خذوا الحاجات الباهية في الإسلام من بعد وقت شافوا الحاجات الخايبة في الإسلام منها الشريعة والجهاد والقتل والذبح والظلم والجزية واضطهاد المرأة وغيرها وقتها رفضوا هذا الإسلام ولكن كونوا لرواحهم إسلام وحدهم فما ثورة البربر الكبيرة اللي وقعت في شمال إفريقيا ضد الأمويين وفما دولة بغراطة اللي كونوا ليهم إسلام وحدهم وفما طبعا الأباضية وفما الصوفية الشمال إفريقيا ماهوش لقيط أو ابن حرام أي ديانة جي يأقلمها على حسب الطبيعة متاعه كما قال طارق إن الإسلام اللي يعرفوه جدادنا أمي وأمك وجدتي وجدتك ما عنده حتى علاقة بالإسلام اللي نعرفوه توا ما عنده حتى علاقة يعني كما قال زاد شيراز يعني إسلام عادات وتقاليد وضحك وناس مخلطة
شنو الإسلام الخطر؟ هو الإسلام العروبي واللي يجي معاه العقلية العروبية. وعندما نقول العروبي نقول الأعراب، كما قال ابن خلدون: عربت خربت، وأينما دخل العرب حدث الخراب. وكما يقول القرآن: إن الأعراب أشد كفرا ونفاق. هذم الأعراب اللي جاونا وجابونا الإسلام، جابونا معاه العقلية العروبية البدوية المتوحشة الجيعانة الكذابة المنافقة المجرمة، جابوها لنا. مع الأسف كثير من التوانسة والشمال الإفريقيين يحملوا هذه العقلية العروبية. هذاك علاش لازمنا نفرقوا من بين الإسلام العروبي اللي هو الإسلام المتطرف واللي يجي معاه ما يسمى الوهابية والسلفية وغيرها، والإسلام التقليدي. على قد ما يتم عملية التعريب، على قد ما الناس تطلع على الإسلام العروبي وتحب تطبق الإسلام العروبي. احنا نعرفه في تونس قبل 30 سنة عندنا السبساري، عندنا عادة، يعني ما عندناش مشكلة مع المسيح، ما عندناش مشكلة مع اليهود، ما عندناش مشكلة مع حتى إنسان آخر، بالعكس معناتها تتعاملوا بطريقة عادية. ما عندناش مشكلة مع المرأة، ما عندناش مشكلة مع الطفل، ما عندناش حتى مشكلة. لكن وتتخللنا هذا الإسلام العروبي، رجعنا لتونس بالحركات الإسلامية ومنهم النهضة، جابنا إسلام غريب علينا ما نعرفوش. وهذا الإسلام شكون دخله؟ كما قال طارق، بدا مع مزالي وعملية التعريب، ثم وصل فيه بن علي. وطبعا القاعدة متاعه هي حركة الاتجاه الإسلامي والنهضة. هذا الإسلام هو الخطر. تونس وشمال أفريقيا عمرها ما طبقت الشريعة وذبحت ناس وعملت الأمور دي، عمرها وقطعت يد السارق. قلتش بتاعنا احنا يدين السارق، كونش في عهد الدولة التركية حبت تطبق علينا الشرع الإسلامي وهرسونا بالمهراس وعملونا الخازوق. أما الشمال الأفريقي يرفض رفض كلي هذا الإسلام اللي هو إسلام انطلق من الجزيرة العربية، وهو انطلق مع قبائل بدوية، عباد ما يعرفوش كما قال مع طارق، مازالوا يغسلوا بالحجرة، يتوضأوا بالحجرة. احنا عندنا الماء، عندنا الخير، عندنا كل شيء. أشخاص مقملين يحبوا يجيوا يعلمونا الحضارة، اللي احنا الحضارة متاعنا أكثر من 12000 سنة، اللي القفصيين عندهم كما معناتها تشوفوا معناتها في التاريخ، يعني عندهم الادوات نتاع الاكل المغرفه والسكينه، وعندهم الدار مقسمه اللي هما البدو اللي جاونا، فهمت، كانوا يمشيوا حشاكم يخرجوا تحت شجره ويمسحوا بحجره. اذا الاسلام نتاع اجدادنا، الاسلام العروبي ما قدرش ياثر على شمال افريقيا مده 1400 سنه، ما اثرش عليه. ولكن مع الأسف مع بداية التعريب من عهد حكم بورقيبة، ثم تبعوا الزين على أساس أنه يحب يطرح نفسه زعم أمير المؤمنين، وحب يقضي على الخوانجية أو ما يسمى بالنهضة، وجاب لهم الإسلام الوهابي اللي هي النهضة بحد ذاتها متاع رشد الغنوشي، لأن النهضة فما عدة أنواع متاع النهضة، يعني الاتجاه الإسلامي مش جزء واحد، عدة أجزاء. أما النهضة متاع رشد الغنوشي هي في اللب متاعها سلفية، ووقتها بن علي جابلنا السلفيين وجابلنا وتقرب من دول الخليج خاصة السعودية، وتم التعريب بطريقة كبيرة جدا. وقتها رب الزين اتلقاوا هذا الشيء، يعني ما يسمى الموروث اللي خلاه بن علي، والنهضة اللي في الظاهر ظهر روحها متفتحة وكل شيء، ولكن اللب متاعها هو سلفي. تونس وقعت في المشكلة هذه اللي احنا فيها. طبعا واحد ما يفقدش الأمل، احنا ما عندناش مشكلة مع الإسلام متاعنا، الإسلام الأمازيغي، الإسلام اللي يحب خوه مع الجار، يحب اليهودي والمسيحي، ويحب الأجنبي الطلياني والفرنساوي، ويحب الناس الكل، ما عندناش مشكلة.
أنا كملحد ما عندي حتى مشكلة، لأن المسلمين هادو ما نستعرض لهم، يعني ما عنديش معهم مشكلة. المشكلة مع هذوك من الإسلاميين المتعربين. أنا مشكلتي مع الإسلاميين اللي يحملوا العقلية العربية، العقلية العربية الجاهلية متاع القتل والذبح وعدم الحرية والتعدي على الآخر والقرصنة والظلم والتعدي. إذن احنا كملحدين او كلادينيين ما نشبش ندخلوا في مواجهة مع المجتمع بتاعنا، مع المجتمع اللي يحترم حقوق الإنسان، اللي يحترم الآخر، اللي ما يطالبش بتطبيق الشريعة. ولكن احنا الكلنا يعني لادينيين ويهود ومسيح ومسلمين متفتحين صوفيين او اباضيين ضد الاسلام الاجرامي العروبي الذي الان انتشر وقاعد ينتشر اكثر واكثر وقاعد يقضي على المجتمع بتاعنا. نظن الفكره وصلت، ومع فيديو قادم نحاولوا نعملوا سهرات مع توانسة او حتى مع جزائرية او مع مغاربة او ليبيين او حتى شمال افريقيا نحكيوا في المشاكل هذه. معناتها احنا كلادينيين ما لازمش ندخلوا في مواجهة مع المجتمع، نحبوا نعرفوهم راهو الاسلام العروبي ها هو، انتم موافقين طبقوا الشريعة ما عندناش مشكلة معناتها تلبس حجاب، اما كان حجاب الزي الاسلامي اللي هو عبارة على علامة معناتها للتسيس وللتدخل في شؤون الآخرين هذا نرفضوه. أما اللي بس تقليد بتاعنا ما عندنا معاه حتى مشكل، واللي معناتها يجمع التراث بتاعنا من الأول للآخر. ونحاولوا نحكيه في فيديوهات قادمة حول مشاكل أخرى تخص تونس أو شمال إفريقيا. وبسلامة مع فيديو قادم.